اهلا 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 وسهلا بيكم وبرنامجكم التاسع. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد مبارك على الكل. بقى وانا في رمضان اتكلمت على ثروه قوميه، كنز يجب مش بقى الحفاظ عليه، كنز يجب الاستثمار فيه بمنتهى القوة. قلت يا جماعة دي نصيحة خالصة لوجه الله، المنتجين يركزوا مع هذا الكنز، يا جماعة استثمروا في هذه الموهبة الفائقة المتدفقة غير الناضبة إلى آخره. أقول لك قبل ما أبدأ حوارنا مع ضيفي الرائع والعزيز والمبدع والنجم المتألق، إلهي يا رب يديم عليه التألق، خلونا نشوف كده إيه تجميعة المشاهد التي نطلق عليها في صناعتنا ويلكم كليب، منها هتفهم أنا بتكلم مع مين وعن مين وفي حضور مين، ونبدأ الكلام. يا أهل الفسطاط، اليوم عهد جديد، سنشيد ما استطعنا من بنيان. طيب أنا محتاج أراجع معاكم شوية معلومات عشان أتأكد بس إن أنا فاهم صح. وكم مرة انفعلتها أنت؟ عمال ما تتعبيش نفسك، مش مهم. اخلي يا محمد وأنا أغطيك. يا شريف حط لها البوسة دولفي في الشكمان. طيب ده له سبب من الاثنين مش هيخرج براهم. وما شأني؟ حمزة العيدي منور يا حبيبي، منور الشاشات، منور الأعمال الفنية، منورنا في التاسعة بجد بأمانة. ده أنا اللي متشرف إني معاك والله يا أستاذ يوسف، ومش عارف أشكرك إزاي على المقدمة الجميلة دي وعلى الفيديو اللي أنا معتز بيه جدا فوق ما تتخيل، وشهادة كبيرة وغالية والله العظيم، أقل ما يجب أن يقال ده بجد يعني. ربنا يعزك، وأتمنى أن ربنا يمد في عمرنا احنا الاثنين، وفي يوم من الأيام أقدر أقول أكتر من كده بقى، يبقى عندي مساحة أوسع في التوقيت أعرف بقى أقول. ربنا يخليك يا فندم. قبل أي حاجة أنا عايز أعرف تاتش وود، وما شاء الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الصوت الرخيم ده صوت عارف انت سوير دبلي يا ربنا يا رب يرحمها رب، تقول لك اهدى مذيع يا اخواتي، لا مذيع ايه ابعد من ذلك، ايه الصوت ده؟ والله الحمد لله ما شاء الله نعمة ربنا وموجودين نعمة ربنا طبعا، بس اكيد في وراه سر ما. والله انا اصلا جدي اللي هو عم والدي الحاج سعيد العيلي رحمه الله عليه كان مدير اذاعه القران الكريم، وكان راجل اذاعي كبير يعني. ووالدي كان بيمثل زمان في الجامعة، بس كان ممثل تخصص كوميدي يعني، بس وأنا لقيت نفسي صوتي عامل كده. طبعا بحاول أخففه، لأنه لما بحاول أشتري حاجة مثلا بتاع اللي بيبيع بيفتكر أن أنا بتخانق معاه يعني، مثلا عايز كيس شيبسي فيقول يا عم بالراحة، فيه يا عم حبيبي أنا صوتي كده، أنا والله مولود والله يعني. بس فالحمد لله يعني كرم ربنا والله، يعني جد قرآن كريم إذاعي، الوالد كان بيمثل كوميديا في الجامعة. إذن هو في حاجة بقى أنا كده فهمتها، إن أنا لما أجي أشوف مثلا على سبيل المثال دورك في أكس لارج مع حلمي ودورك الدكتور مع مكي، الحكاية ليها أسس وجذور على ما يبدو. والله هو الحمد لله هي الموهبة بتاعت ربنا، أنا ما كنتش مكتشفها لحد ما دخلت الجامعة، مع إني من وأنا صغير كنت بقعد أقلد ناس كده وحاجات، بس كنت اصلا بألف اغاني ولحن سماعي كده مع نفسي. فكان ده الموضوع يعني، لحد ما اكتشفت الحكايه وخدتني الشغلانه بقى بشكل رهيب جدا. لا احكي لي بقى الحدوته كده، كان يا مكان مفيش والله. ابتديت في الجامعه، كنت في تربيه رياضيه المنيا، وكنت عايز اشترك في نشاط، فخدني حد صديقي وقال لي طب تعالى خش التمثيل وكده، يعني تمثيل ما جربتش، فدخلت الموضوع. فالحمد لله ابتدى يحصل صدى كده في الجامعه، والمخرج يقول لي انت متاكد يا انت اول مره تمثل وحاجات كده، وابتدى المشوار. ابتديت برضو قصور ثقافه وحاجات كده، بعد كده في مركز الابداع عند الاستاذ خالد جلال اللي له كل الاحترام والتقدير طبعا، اللي هو مطلع اجيال كتير جدا هم الحمد لله متالقين في السوق يعني. وكذلك برضو على فكره بحترم جدا يعني، بخص بالذكر شباب وطلاب معهد فنون مسرحيه واللي اتخرجوا واللي موجودين،
وشباب الجامعة. في عندنا مواهب عظيمة جدا، ودكتور أشرف زكي طبعا نقيبنا المحترم، الراجل اللي ما بيسيبش حد أبدا صح. في أي موقف، وراجل له كل الاحترام والتقدير. فالحمد لله يعني المشوار ابتدى بقى، ومعرفتش أعمل جنبه حاجة تانية، يعني معرفتش أشتغل شغلانة تانية، حاولت بس معرفتش. حاولت في إيه؟ حاجات بسيطة كده، مندوب مبيعات شوية، اشتغلت في العتبة شوية، حاولت أشتغل محامي. معرفة أن أنا خريج يعني كلية حقوق أصلا، لأن حاولت من تربية رياضية لحقوق، ورحت رايح على حقوق. آه، وكان وكنت هبقى محامي عقر يعني، بس أنت حدوتة. ربنا يعزك. بس فالحمد لله يعني. طب كنت هتبقى محامي عقر، طب ليه سبت اللي... انا اصلا من زمان بحب الحاجات اللي هي اللي فيها التحقيقات والجرائم والجنائي، كنت بحبه جدا. فحتى لحد دلوقتي ما يمكن ما جاش الدور ده، يمكن ان شاء الله اتمنى لما يجي يبقى في حاجه جديده، فكره مثلا وكيل نيابه، او فكره حد بيحقق في قضايا، او محامي. يعني لسه ما اكتشفتش نفسي في المنطقه دي، بس متوقع ان شاء الله انه ممكن يبقى فيها برضو شغل كويس. اللي كان لافت للنظر بشكل قريب جدا هو من ساعة ما نورتنا وداخل واحنا واقفين بنتكلم انا وانت وصديقنا المشترك مصطفى شفيق وحاجات زي كده، هادي وجاد وصوت رخيم ونبرة عميقة وما الى ذلك. فلما باجي باخد الشخصية الحقيقية وحاول أبص على الشخصيات هنا بقى اللي تقدمت كوميديا، سيبك بقى من أدوار الجد، أنا بعتقد إن دي حاجة في منتهى الصعوبة. ما هو وكمان الصوت، إنك تروح قلبه على صوت الدكتور كده، دي برضو حاجة صعبة. لكن ده بيخليني هسأل، إيه هي الكوميديا من وجهة نظر حمزة؟ والله أنا يعني الكوميديا أنا بقلق منها جدا، مع إنه الحمد لله يعني بعمل كوميدي من زمان وعندي الحس الكوميدي، ولكن بعمل له حساب، وبحب اشتغل دايما من كوميديا الموقف اللي خارجه من الشخصيه. الافيهات موجود برضو نوع من انواع الكوميديا، بس انا مش حريف فيه قوي يعني، الشخصيه هي اللي تخليني اقول يعني، الشخصيه لو مظبوطه خلاص انا بقول منها، فده بيبقى بالنسبه لي زي بر امان كده. والموقف ده اللي بيعلي الكوميديا، مش مجرد مش الافيه. أصلا من الناس اللي بتشوف إن الإفيه حالة زائلة جدا ومش هتضحك كل الناس، وهتلاقيه ممكن إفيه إفيهين يضحكوا وإفيهات تانية لأ، على حسب. إنما الموقف لو حقيقي يضحك هيضحك ناس كتير جدا، نادرا ما تلاقي حد مش هيضحك عليه، إن هو مبني صح وخارج من روح الكاركتر اللي أنا شغال منه، فهيبقى أصدق. قعدت حكيت لي على ظروف مثلا كانت التصوير بتاعك في الكبير، وانه انت كنت عمال بتتنقل من اكتر من شخصيه طبقا للاعمال اللي انت مرتبط بالتمثيل والشغل فيها. صحيح. الفاصله دي انا اظنها شيء مش صعب، هو في حاله استحاله. ده حقيقي هستيريا. لانه الجهاز العصبي طبعا بيتدمر، وفكرة المواعيد، انه مثلا ببقى مخلص مثلا 22 ساعة في مسلسل ورايح اعمل مثلا المشهد بتاع الكبير، اخلصه يبقى مثلا 5 الصبح، اخلص 4 مثلا 3 بالليل، يبقى عندي 5 الصبح حضور في رسالة الامام بشخصية تانية خالص، وبصور في مسلسل اسمه دفعة لندن، اخرج استاذ محمد بكير وكتابة استاذ هبة مشاري حمادة، ومدير التصوير احمد زتون، حد رائع جدا. واستاذ محمد بكير انا اشتغلت معاه كتير، وهو صديق عزيز يعني، له كل التحيه والاحترام والتقدير. وفكره بقى دكتور شرشابي، انا ابتدى الموضوع من الكبير الجزء الاول او الثاني مش فاكر، في دور كده عمال التكييف مع الاستاذ احمد الجندي، واستمتعت جدا بالشغل طبعا مع النجم الرائع احمد مكي، هذا الموهوب جدا سواء في التمثيل او في الاخراج كمان. وبعد كده بعد في الجزء الخامس عملنا اللي هو الدكتور ممدوح ده، اللي هو رائد الفضاء وفكرة المكوك بقى، وكان معايا عمالقة الكوميديا يعني، فكان موضوع صعب، لأن كمان لما بروح الكوميديا أنا الناس خلاص اتعودت في أدوار تراجيدي وحاجات شر وحاجات جد وحاجات كده ورعب، ورعب، فمش متصورين فكرة الكوميدي، مع إن أنا يعني يا جماعة اكتشفوني أرجوكم، بحب الكوميديا جدا وبحب ألعب فيها جدا.
فلما جه بقى الاستاذ احمد الجندي لما طلبني انا ما اتاخرش عنه ابدا، بحبه جدا يعني سواء على المستوى الفني والانساني، هو فعلا حد مبدع بصراحه جدا. مين ما يحبوش حقيقي يعني. رائع رائع، والشغل معهم جميل جدا، وميكي كذلك بيدي فرصه لكل اللي حواليه انه يبدعوا، فبيتلاقي الناس مطمنه في الشغل معاه. وانا بحبه جدا، وبيومي طبعا عمنا وسلام وهشام اسماعيل وكل الكرو، ورحمه ممثله موهوبه جدا لان كنا شغالين مع بعض عرض اسمه ديجافو. فجي الاستاذ احمد الجندي والاستاذ احمد مكي يشوفوا مين البنوته دي عشان تبقى شغاله معاه بقى في الجزء السادس. وقد كان الحمد لله وربنا كرمها وكسرت الدنيا جدا. بس فطبعا فكره الصوت اكتشفت ان هي صعبه جدا، يعني انا عشان اعمل الكاركتر ده دور صعب جدا، وكشف لي صعوبه الطبقه بتاعه حزلقوم اللي بيعملها ميكي. وميكي صوته في الحقيقه يعني يعمل كده فصعبه جدا، فكنت بعاني الحقيقه فيها، لكن الحمد لله ربنا كرم يعني، والمشهد والله فوجئت بردود افعال الجمهور العظيم يعني. انت كنت متوقع ان الناس رد فعلها يبقى كده على الكبير؟ توقعت انه ممكن يبقى اللي هو مشهد لطيف، مشهد جميل كويس، لكن ما توقعتش انه يبقى عامل كده. ده منتشر، كنت يعني اتمنى ده من الله طبعا، والحمد لله حصل. انتشار النار في الهشيم، انت مش متصور يعني، ده بجد ما شاء الله. انا عايز استاذنك نشوف مشهد من الـ من الـ من الكبير تحديدا، فهنضحك من قلبنا ده جدا. وانا قلت لك حتى انا فعلا انا اتفرجت على 3 الصبح ضحك، انا خايف اصحي الناس والله العظيم. والله ما تعرفش كلامك ده اسعدني ازاي والله ابدا، فعلا اقل حاجه على اي حاجه يعني. والموضوع يعني مش سهل حد يعني يخليك تضحك، فان انت تقول كده دي حاجه عظيمه والله على راسك. تعالى نشوف المشهد ونبدا بقى نخش على الكلام الجد حبتين، بس لازم اشوف المشهد، انا مدمن المشاهد دي بالمناسبه. انت اتخبلت يا ربيع؟ ايه دماغك دي فيها خرشوفه؟ حد يعمل كده؟ أنا آسف. رضا آسف، دي غلطة ما يغلطهاش طالب في تانية طب. ما أنا عشان كده جاي لك يا بروفيسور عشان تشوف لنا حل. اغرس يا 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 لا مؤاخذة يا بروفيسور، مع احترامي يعني أنا ما أقصدش أقطع الحديث يعني، بس يعني برضك اليد في المية مش كيف اليد في النار. أنا ولدي بيروح مني، ولدي بقى كيف جدي. أنت مين؟ إيه مين ده؟ انت جاي عشان العربيه الفرنه؟ فرنتي ايه؟ لا لا ده والد الحاله. الحاله السيستافا يا لؤي، السيستافا بتاعت ايه يا بروفيسور؟ زيستافا ما بقتش موجوده في السوق اصلا. زيستافا انت بتقول ايه؟ امال ايه؟ والد الحاله المريضه، الولد اللي اديت له التركيبه الغلط. الواد اللي كبر وتخب ده. ايوه هو ده. طيب انا محتاج اراجع معاكم شويه معلومات عشان اتاكد بس ان انا فاهم صح. براحتك يا بروفيسور، احنا معاك للسنه الجايه. سنة جاية ايه يا بارد يا متلحم؟ الواد بقى رجلي في الدنيا ورجلي بره، بقى اكبر من جدي بقول لك. شكلا بس، انما موضوعا قلبه قلب طفل. طيب خلاص خلاص، ما تقلقش يا كتير. كبير. اسمه الكبير. ما تقلقش يا كبير، كل حاجة وليها حل. احنا هنمشي مع بعض كده على الخطوات وان شاء الله هنوصل لحل. تمام؟ انت دلوقتي بتقول ان هو انت خدت الجينات التركيبة وبتاع تسمين العجول عشان تديها للواد اللي يا شريف بالراحة على السربنتينة، العربية سخنة، أنا مش قايل لك حط لها البوسة دول في الشكمان وغطيها لحد الصبح، بكرة الصبح تدورها هتلاقي الصدر بيشخلل، تغلي ورقة جوافة وتحط في الريديتير، دور لو كحكحت لقمها البندكر على غيار الزيت. الله الله استغفر الله، يهدي ما تيلا يا شريف. دي خلاص يعني، يعني بقى كل الناس بتروح دلوقتي تقعد والله الحمد لله. بخلاف طبعا ان بيومي فؤاد مذهل مذهل كما جرت العاده، انا لاحظت حاجه بقى انه هي الكاركتر بتاع الدكتور ده غير ان هو راجل بيصلح عربيات وانا مش عارف ايه اللي علاقته بالابحاث العلميه، في تركيبة حاصلة ما بين شكل الشعر، النضارة شديدة الغرابة اللي هو لابسها، الصوت، كل ده أمر ملحوظ. أنا اللي ركزت فيه جدا إن في همة كده هو بيعملها. أيوه دي الحاجات دي بتبقى حاجة موجودة في ذهن حمزة
او حاجه قاعد عمال بيحضرها حمزه، او حاجه بتحصل وحمزه شغال بيلاقي نفسه بيعمل كده؟ لا، وانا شغال ده بيبقى ارتجال. حتى دوري في الدكتور ممدوح اللي كان برضو في الكبير كان برضو كده. موضوع صعب جدا، وهو بتاع ربنا فعلا، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى فعلا والله اللي بيخلينا نقول، وهو اللي بيدينا القبول، وهو اللي بيخلينا اللي بيلهمنا الافكار دي حقيقه. الواحد ممكن يبقى ليه مثلا قدر واحد في الالف من ده. وطبعا في ناس ساعدت، يعني احمد مصطفى اللي عامل الكوافير والحاجات دي ساعد في الشكل. اسلام اليكس برضو فكره الصلعه، ومعاه بنوته اسمها زينب هي اللي عملت الموضوع ده. فاتعمل الكاركتر وحسيت ان في حاجه ناقصه، قلت لهم عايز نضاره، فجابوا لي كام نضاره، قلت لهم ايوه هي دي. طب البيبيونات، فقعدت انقي ده. الصوت ما كانش، ما فيش حاجه حاضره يا استاذ يوسف. كله كده. فاتناقشت مع استاذ احمد الدين دي، هل اعمله كده ولا اعمله صوت رفيع؟ قال لي تعالى نجرب الرفيع. اتورطت طبعا، طبعا اكتشفت ان الطبقه صعبه جدا. وانا كمان صوتي رايح بسبب الشغل في الحاجات التانية، وعندي في رساله الامام في طبقه تانية، وفي زعيق، وفي حاجات، موضوع صعب، وفي ارهاق شديد لاني كنت بصور بقالي شهور. فالحمد لله ربنا كرم يعني. هنا هروح على رساله الامام. من كوميديا مذهله جدا 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 لشخصيه طاغيه مهوله ممتلئه بالمشاعر المتضاربه، بنظرات عين شديده الشراسه، بحتى ملامح عماله بتستريح وتنقبض. ازاي تحديدا الشخصيه بتاعه السري في رساله الامام عملت فيها ايه؟ يا ده موضوع يعني، هو الموضوع ابتدى اصلا بمكالمه البشره الجميله من الاستاذ الكبير المبدع تامر محسن. انا بحبه جدا جدا على المستوى الانساني والفني، قد ايه هو مبدع. فبشرني بان انا هقعد مع الاستاذ الليث حجو. ما كانش يعرفني الراجل، وما كانش يعرف ناس كتير. وروح ما رحنا قعدنا واتكلمنا، قد ايه اكتشفت ان هذا الانسان المخرج العبقري المبدع واعي جدا لكل التفاصيل، وملم بتفاصيل الشخصيه، بالاحداث، بالعصر، بكل الشخصيات. فلما اتكلمنا مع بعض قال لي انت هتعمل دور السري. قلت له ده مين يا رئيس السري ده؟ قال لي ده كان قائد يعني من كبار القاده في الجيش وقتها وفي الحاجات. قلت له رئيس انا اعمل بتاع الاسوس في الفسطاط بالنسبه لي تمام، انما ده دور تقيل وصعب. فقال لي لا هتعمله، وكان الثقه كبيره جدا منه. واكتشفت بقى في الشغل قد ايه هذا الرجل واعي ومثقف ومهذب وبسيط، وسر الابداع في البساطه. والشيله كانت ضخمه جدا قوي وتقيله، وفي وقت مكثف جدا. الناس كلها بذلت قصارى جهدها الحقيقه في الموضوع، كله تعب. طبعا الاستاذ خالد النبوي، هذا النجم العالمي الرائع الجميل اللي فعلا قدوه والله، دي كان ثالث مره اشتغل معاه. وشرفني جدا طبعا، وعملت معاه مشهد واحد في المسلسل، كان نفسي بقى اكتر من كده. بس هو الموضوع، احنا كلنا في ظهره. في انتاج طبعا ضخم من شركه ميديا هاب مع الشركه المتحده، يعني عمل فعلا. انا لما شفت من اول حلقه كده فخور، حسيت باحساس رائع. محطه مهمه في حياتي انه العب دور تاريخي بالثقل ده مع اساتذه كبار زي دول، وطبعا في ممثلين رائعين في المسلسل كله، بس مش عايز اسبق يعني مش عايز اسبق الحاجات. فالدور ثري جدا وصعب، ومكتوب حلو جدا من محمد هشام عبيه وفريق الكتابه بتاعه، لانه الموضوع طبعا ضخم جدا، وكان كاتب كتابه حلوه جدا، والخط قوي، وقصه حبه مع حسن اللي بتبين الجانب الاخر الرومانس اللي عنده، وقد ايه الراجل ده سياسي محنك ورجل حربي، يعني موضوع كبير جدا. اتمرنا طبعا، صحيح الوقت ما كانش كبير، لكن كان الناس بصراحه الشركه كتر الف خيرهم، وفروا لنا فكره التدريبات الفروسيه والخيل والسهم والقوس مع كابتن عزب، بوجه له تحيه كبيره، لانه هو اللي دربني على المعركه كمان اللي هي بعد ما شفت اول لقاء بيني وبين الفنان نضال الشافعي. هذا الممثل العبقري اللي استمتعت جدا بالشغل معاه.
هو ووليد فواز ممثل العملاق جدا دور المطلب، وابن الوالي ايمن طعمه، والاستاذ خالد القيش، والاستاذه فرح بسيس، ويعني في ناس، ومحمد علاء جامايكا، في عمالقه انا خايف انسى حد، بس في ناس كتير جدا لهم كل الاحترام والتقدير. استمتع، احمد ماجد طبعا. يعني انا ببص، انا ما بعرفش اتكلم عن نفسي اكتر ما بتكلم على الاخرين اللي هم فعلا يعني يستاهلوا كل الاحترام والله، وتعبوا جدا وكل واحد اخلص في دوره. والموضوع كان رهيب، يعني فكره الديكور اللي اتبنى بسرعه جدا. استاذ عادل المغربي طبعا عامل شغل رائع، هو اتبنى بسرعه وبدقه، بدقه ده حقيقي مذهل. والله. والكرو اللي معاه، موضوع الناس مستهونه بيه برضو، لا عمل تاريخي، دي حاجه بتقعد سنه فيها تحضير واعداد، الموضوع جه بشكل مكثف وسريع جدا، فالنتيجه اللي طالعه بالنسبه لي مبهره. صوره رائعه من تيمور مبدع بديع في الصوره. الدكتوره سامية عبد العزيز عامله ملابس رائعه. فالحمد لله التجميعه كلها طلعت عمل انا شايف والله ان احنا نفخر بيه كمصر وكوطن عربي قدام العالم كله. قوي 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 جدا يعني، العمل في لو صح التعبير يعني انه المنطلق الفكري اللي وراه شيء مهم، والعمل نفسه في تفاصيله معمول بشكل فائق. ده حقيقي، ومراجعات من الازهر ومن هيئات اخرى، ما فيش حاجه بتعدي كده. والموضوع مهلك ومتعب جدا، سواء في اللغه بس، فكره التشكيل طبعا. والحاجات، وتركز في الاحساس والملابس، على طبعا اللي لابسين اللبس الحربي دول. موضوع صعب جدا، وانا كمان عشان اعرف اعمل الشخصيه دي مظبوط اضطريت البس حاجات تضخمني، لانه كده انا جسمي برضو تبان مقاتل من هذا العصر طبعا، وهم كانت اجسادهم بطبيعه الحياه اللي هم عايشينها وبتفاصيلها بالظبط. فكان الموضوع صعب، فالحمد لله ربنا يعني وفقنا كلنا والله، وفخور والله جدا بهذا العمل، وسعدت جدا بالشغل مع الاستاذ الليث حج، وقد ايه فعلا هو مخرج مبدع، وعامل صوره وعامل رؤيه، وبيتكلم وبيستقبل وبيضيف، وكان هو البوصله، هو المرشد لينا فعلا، في لان احنا برضو مهما قرينا في ناس طبعا زي علاء عزمي، هو اللي وفر لنا حاجات كتير تخص البروفايل كاركتر بتاعت الشخصيات، والمراجعات التاريخيه، المراجعات التاريخيه، وحاتم الاطير، وكان هو اللي بيصحح لغه، وانضم مؤخرا احمد يحيى صديقنا ممثل وحد شاطر جدا في اللغه العربيه، وفي امير صلاح الدين طبعا عامل دور ادريس رائع. الادوار كلها حلوه قوي، ورامز امير وسلمى بضيف واروى جوده طبعا اللي استمتعت جدا بالشغل معاها. كان نفسي اشتغل مع كل الناس والله، في حالة كانت رائعة في التمثيل، يعني احنا كنا بننسى نفسنا. الحالة بتاعت اللوكيشن والتصوير دي صدقني امتع حاجة بنخرج منها من العمل. انا ممكن اشتغل مسلسل اطلع منه بمشهدين هما اللي رحت فيهم، لانه ظروف التصوير صعبة، نقعد نصور مشاهد كتير، فبتبقى في لود وفي تركيز عالي قوي، فانا لما بيجي مشهد كده بتستمتع بيه ببقى مروح طاير من الفرحة. أنا عايز نكمل كلام في النقطة دي بالذات، الشغف الواضح جدا، واللي بالنسبة لي بقى أنا كمشاهد مش بقى مذيع معاك هنا في الحلقة، إنه أنا بصدق كل الأدوار اللي بتعملها. وبالمناسبة مش بس الضحك، المسألة بالنسبة لي أبعد، هقول لك، بس هستأذنك نشوف مشهد كمان بقى من رسالة الإمام، الشرير الطيب السوري، ده بيفكرني بالحجاج ابن يوسف الثقفي. طبعا. لأنه كان شخصية مركبة جدا، وكان المبدع ربنا يا رب يديله الصحة أستاذ عبد الرحمن أبو زهرة لما مستعز. عمل الشخصية، وكان أستاذ نور شريف رحمة الله عليه كان هو شخصية سيدنا عمر بن عبد العزيز طبعًا. حاجة مخيفة جدا طبعًا. يعني هنشوف المشهد وهنرجع، أصلا أنا برغي، فهنشوف المشهد وهنرجع نكمل الكلام. اتفضل. أمي تحب التوابل ودنانيره أيضا، إذا لي يا أبي سأذهب إلى دكان الست حسن، وأنا سأذهب إلى السيدة نفيسة. قد أبلغ أمر مولانا الخليفة على الملأ، ويعلق على باب الجامع الكبير ليراه القاسي والداني. قد أبلغ أمر الخليفة على الملأ، ويعلق على باب الجامع الكبير
ليراه القاسي والداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. يا أهل الفسطاط، اليوم عهد جديد، وهذا العهد يتطلب منا أن نتكاتف ونتعاضد، فيد الله مع الجماعة. أين الشافعي؟ أين هو من كل ما يجري الآن؟ سنعتصم بحبل الله جميعاً ولن نتفرق، فالقادم خير بإذن الله. سنشيد ما استطعنا من بنيان ونبذر الحقول، وسيفيض خير النيل على كل من حاذاه أو جاور مجراه. سيعم الخير على كل أهل مصر على اختلاف ما يعملون وما يعلمون. سنكون يداً واحدة لنصرة الحق لصالح البلاد والعباد بإذن الله الواحد القهار. نبرة الصوت واستخدام الصوت في حالته المثلى، انه انا عندي صوتي ربنا اداهولي بشكل معين، بس مش كل الناس هتستخدم صوتها في الصح. هنا انا شايف قدامي حاكم قاهر قوي معتد بنفسه، عنده اعتزاز، ما عندوش مانع انه يمارس الشر من وقت للتاني. نظرة اخيرة لأروى جودة، مش فاهم هو عاوز يعمل ايه او عاوز يقول لها ايه. بصة كده اللي هي كده، فهي ما بين القلق وما بين الوجل يعني. صحيح. لهذا السبب كنت انا بقول لك انا المسألة بالنسبة لي حقيقي مش هزار، ابعد بكتير من اللي انا قلته في رمضان. والمسألة مش بس متعلقة بانه انا ما بضحكش، طب انا غتت ده موضوع تاني، لكن انا بصدق كل حاجه بيقدمها حمزه العيلي، بصدق. ربنا يبارك لك. فببقى واصل لمرحله اللي هو شرير عايزين نقتله، او الله ده جميل، او يخرب بيت كده ايه الضحك ده، وهكذا. وهنا هاخدك على المسلسل اللي انا بنسى اسمه لكن ما بنساهوش، مسلسل الرعب اللي عملته انت ورودي، كان اسمه الشقه سته. انت بعتني مئات المرات في هذا المسلسل، وانا اظن هنا بقى انه طريقة تمثيل مسلسل مشوق رعب تختلف عن ان انا بعمل مسلسل تاريخي او ان انا بعمل دراما اجتماعية الى اخره، ولا انا بفتي؟ إيه لا طبعا اكيد كل حاجة بتختلف عن انا بس اسمح لي يا ريس، اسمح لي انه في ناس في المشهد اللي فات ده محتاج اوجه لهم شكر واذكرهم، لان هم فعلا ابدعوا في ادوارهم، زي احمد الرفعي، زي الاستاذ جمال عبد الناصر طبعا، الاستاذ الكبير الرائع ده، وشباب رائعين زي جداوي وزي فاتن ومونيكا، دول بنتين من المعهد لطاف جدا اللي عاملين اولاد بنات الامام وفدوى، في ناس كتير جدا انا اخاف والله انسى حد، واحمد ابو زيد، ويعني لهم كل الاحترام والتقدير، انا اسف والله لو نسيت حد، لكن هم كلهم يستحقوا التحية. يعني احنا هنا قاعدين مع فنان مهم ونبيل بالمناسبة، ربنا يخليك، يعني اللي بتقوله ده نبل بالمناسبة جدا يعني، ربنا يخليك يا رب. فيما يخص بقى حضرتك بتسألني في الاختلاف ما بين شخصية والتانية، صح؟ وبالذات في الرعب، يعني بشوف الرعب ده حاجة صعبة جدا، انك اصل احنا اتبعتنا وانت فاهمني، لانك انت عارف المسلسل، لكن هي المسألة مش بس في البعت، انه انا بروح معاك وبرجع تاني وبروح، ومسلسل رعب لازم يخوف.
لازم. لو ما خوفش نبقى داخلين نهزر، فاحنا خوفنا. انا اسف والله. لا ارجوك، انا ببقى مبسوط يعني. انا يا استاذنا الفكره في انه الحمد لله رب العالمين انا تمنيتها من ربنا لما اكتشفت خلاص ان انا هو ده المجال بتاعي. انه اكون بختلف من دور للتاني، واني العب فن التشخيص ده كما يجب. مش يعني ما هو انا بالنسبه لي الممثل، وطبعا ده لا يمنع يعني ما كلهم اساتذه وزملاء رائعين ولهم كل الاحترام والتقدير، ولكن هي بتبقى ملكات مختلفه من شخص لاخر. ممكن يبقى في حد عنده الموهبه ولكن مش نجم. في حد عنده القليل من الموهبه ولكن مجتهد وعنده فكره النجوميه. ياما ممثلين عمالقه يلعب في الدور الثاني عظيم، بس لو شال دور لوحده بطوله ما مش عنده فكره النجوميه. فالممثل نوعين، يا اما نوع بينجم نفسه اللي هو هو اللي بصمته اقوى من بصمه الشخصيه، ولكن بيلعب دور دكتور، دور ضابط، دور ايا كان. وفي اللي بيشخص الدور، ده اللي يعني في حد هو اللي بيروح يوصف الشخصيه، وفي حد اللي بيقرب الشخصيه ليه، والاثنين موجودين والاثنين صح على فكره. ولكن انا بحب اكتر فكره التشخيص. طبعا مهلكه جدا على كل المستويات، البدنيه والجهاز العصبي والجهاز النفسي. يعني موضوع صعب، زي مثلا شقه سته مع النجمه الجميله روبي. روبي ويعني المسلسل كانوا كاتبينه برضو شباب رائعين، وحيد وسعاد ورفيق والاستاذه دعاء برضو، واخراج الاستاذ محمود كامل. مسلسل كان جميل والله، وحقق نسبه مشاهدات كبيره جدا. الدور ده انا حبيته، دور زياد المؤلف ده اللي ظهر في الاول كشبح. كان الناس بتخاف منه، بعد كده لما عرفوا قصته كان تحديدا في الحلقه التاسعه هي اللي كان فيها الموضوع. استمتعت جدا بالشغل فيه والله. فكره بقى التنقل من شخصيه للتانيه ده لعبه. اساس الموضوع عندي المسرح. المسرح ده هو البابا، هو الاكسير طبعا. هو الحمد لله انا بتجلى فيه المسرح، يعني موضوع مختلف تماما غير الكاميرا. بعشق المسرح فعلا بكل تفاصيله. وفي ناس تقول انه المسرح اصعب من الكاميرا. لا، هو كل حاجه وليها صعوبتها، ولكن انا شايف ان شغل الفيديو يعني او الكاميرا او السينما اصعب بكتير. معقول؟ بالذات الدراما المسلسلات طبعا. حلو. المسرح ده انت قاعد قدامك جمهورك، والجمهور هيتفاعل سلبا وايجابا. صحيح. بس هو انا بعمل وقت فيه البروفات شهر، شهر ونص، شهرين. فاوريدي مالك زمام امور الدور. الخضة بس في اول يوم، تاني يوم بعد كده خلاص. وبتكتمل الشخصيه على فكره، حتى الـ مهما اشتغلت عليها بتلاقي مثلا في اليوم الثلاثين الشخصيه وضحت. انما انا في الدراما ايه اللي بيحصل؟ ساعات في حاجات بنشتغلها بتبقى جايه النهارده بنشتغلها بعد بكره. بنشتغلها بعد خمس ايام. كميه مشاهد رهيبه في الاول وفي النص وفي الاخر، وانا لسه ما جمعتش الدور. ممكن انا مشهد دلوقتي بنضحك وبنهزر، المشهد اللي بعده فيه عياط ودموع. بالعشرة والاتناشر والخمستاشر مشهد في اليوم. لا، موضوع دي حرفة تانية. عنده المسرح يعني اقعد افكر معاك كده بصوت عالي اقول طب مثلا في حد عكر له مزاجه وهو رايح على المسرح وخلاص، ده احنا هنرفع ستار، فهتعمل ايه؟ والله بقعد افكر في كده. لازم الواحد لازم نفصل. وبيحصل ساعات على المسرح نفسه، ساعات الواحد بيبيض بيبقى مش فاكر الجملة، ودي اصعب حاجة. او اي موقف يحصل ازاي الممثل يتعامل معاه. شغل طبعا ليه الحرفه بتاعته، بس هو ممتع جدا في انه انت يعني بتطلع كل اللي جواك في التشخيص. الفعل المسرح ده رائع، حاله تانية، حاله لايف كده، بتاخد السوكسي بعد ما بتخلص. فعلا الواحد بينسى نفسه. انما الكاميرا احنا بنقعد نكت ونعيد، وفي زوايا حقيقي اصعب. هنا هاخدك وهنطلع على الكتيبة 101. ما بين مسلسل بيقدم ملحمة بطولية،
هي ما بين قوسين برضو تاريخ وإن كان قريب، وعندي رسالة الإمام هو في النهاية برضو تاريخ وشخصيات حقيقية. أيهم الأصعب، التاريخ القريب والمتعلق بملاحم وبطولات وأشياء من النوع ده، ولا التاريخ القديم؟ يعني وانت بتجسد الشخصيات مين اللي بيبقى أصعب عليك؟ والله الاتنين صعبين جدا، بس أنا عشان في الكتيبة يعني اتشرفت اني اشتغلت فيه، هو كان مشهد واحد خد مني هم وهو نص يوم. كنت بعمل شخصية الرائد البطل كريم بدر، له كل الاحترام والتقدير، هذا البطل اللي شاف لحظات صعبة جدا، وطبعا كلهم والملازم أدم شباشي ورشيد محمد عبده، وعرفت لما روحت اشتغلت قد إيه الناس دي بتواجه صعوبة. ده بيبقى نازل شايل روحه على كفه، وفكرة التعامل جوه الدبابة، التعامل مع لو في العدو أيا كان، موضوع صعب جدا. أصل الشخصيات البطولية الملحمية اللي في تاريخ شديد القرب زي دي، أنا بعتقد أنه بيبقى عندك مسؤولية، عندك حمل، أنت بتقوم بدور راجل بطل في تاريخ شديد القرب. صحيح. ساهم في إنقاذ البلد دي، فبيبقى حمل. مظبوط، وأمانة ومسؤولية كبيرة جدا. بتبقى يعني أنا برضو ده حصل بشكل فجائي، يعني فجأة طلبوني برضو في وسط الهلومة اللي أنا فيها دي، بس قلت لهم يشرفني ورحت فورا عملت ده، وقعدت أتفرج على الفيديو بتاعه. ده راجل شاف لحظات صعبة واتضرب بدانة وفقد ذراعه وقام وكمل لآخر لحظة لحد ما جاله الدعم الثالث، لأنه كان رايح أصلا دعم. فاللحظات دي، اللحظات اللي حصلت دي عاملة إزاي؟ حسيت إحساس رهيب، فاتشرفت جدا والله وبشكر المخرج محمد سلامة وكل الأسرة بتاعة الكتيبة 101. ظروف التصوير صعبة جدا يا أستاذ يوسف، جدا، إن هما بيصوروا في صحراء وفي ضرب وفي حاجات زخيرة، وفي يعني موضوع حقيقي صعب جدا. ربنا يكون في عونهم، وعملوا عمل مشرف ورائع، وكل سنة بيعملوا أعمال مشرفة، وبنتمنى نشوف كمان حاجات واسعة المدى في الموضوع ده، وحاجات قديمة في برضو. يعني ما شاء الله، يعني الجيش المصري طول الوقت بيثبت قوته، وقد ايه هم دخلوا في مواقع ومعارك وحاجات كتير وانتصروا، ويعني ربنا يرحم كل الشهداء جميعا يا رب، ابطال والله. فكان حاجه مشرفه جدا ان اكون في الكتيبه 101 بمشهد. طب قبل ما اشوف مشهد من الكتيبه 101، المشهد بتاعك تحديدا، انا مش عارف السؤال ده صح ولا غلط الحقيقه، بكلمك بامانه، يعني ايه 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 التجربه اللي تحب تعيدها تاني وتالت؟ هل الادوار التاريخيه او دور بطولات ملحميه او الكوميديا وهي شديده الصعوبه جدا، يعني لانه الغلسين على قفا بيشيل زي حالتي كده، ولا هي الادوار اللي نقدر نسميها ادوار اجتماعيه بس شديده التركيب وسايكو وحاجات زي كده، وعنده نزاع ما بين 5000 عاطفه و5000 شعور وهكذا، يعني دور القاتل انتوني هوبكنز، متخيل حاجات زي كده، يعني رجل كان بيشوح مخ الرجل وهو صاحي قدامه وبياكله له، يعني ايه الجبروت ده؟ وفي نفس الوقت برضه انا ما كرهتش هانيبال لكتر الحقيقه خالص، انا واقع في اسر أنتوني هوبكنز طول الوقت. إيه الحاجة اللي حمزة العيلي عاوز يعملها؟ صدقا والله يا أستاذ يوسف، أنا نفسي ألعب كل ده، ولكن كل حاجة تبقى واخدة حقها ومتحضرة بشكل مظبوط صحيح. عندي شغف ألعب كل ده طبعا، يعني نفسي ألعب دور ضابط، ضابط بطل فعلا، ليه مواقف في المعاملات عموما اللي واجهها ما جربتش ده قبل كده غير في هذا المشهد فقط. جربت عملت دور ضابط كده في مسلسل اسيا، كان بطوله الاستاذه منى زكي،
المتألقة السنة دي في تحت الوصاية وكل الكرو اللي معاها، وطبعا محمد شاكر خضير وإخراج الأستاذ محمد بكير، بس ما كانش الحاجات الملحمية دي، فنفسي ألعب دور كده. حتى على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك العسكري العساكر الصغيرة دي طبعا اللي هم الكبار مقاما، ولكن دول الترس اللي لو حصل له مشكلة يوقف طبعا دروس كبيرة طبعا من سلاح المشابهة لكل الموضوع كبير جدا. ألعب من أول العسكري لحد الضابط، أتمنى ويشرفني. أحب طبعا ألعب بقية الأدوار التانية، لسه ما حدش شافني بشكل حقيقي برضو في الأدوار السايكو. في مشاريع إن شاء الله يا رب أتمنى أعملها، أرجوك أعمل كده أحضرها يا رب، بس الفكرة نلاقي الإنتاج اللي يؤمن بينا إن شاء الله ويدينا الفكرة دي، وهتبقى تجربة بالنسبة لي جديدة، لأنه فكرة البطولة دي أو أنك تبقى شايل عمل دي مسؤولية كبيرة جدا. أنا لما بروح ألعب كده في أدوار تانية ما ببقاش أنا البطل، بلعب براحتي، إنما فكرة أن أشيل مسؤولية أنه نجم العمل أو البطولة، ومفيش حاجة اسمها حد لوحده على فكرة، إحنا كلنا بنكمل صح. بعض يعني، حتى نجم العمل من غير اللي حواليه مش هيعرف يعلى ويبدع غير لما يكون معاه ممثلين يشيلوه، لأن هي حالة في الآخر. هتصدقني ولا لأ؟ هي دي الفكرة. فده قايم على العلاقة اللي بيني وبينك في الشغل. يا سلام لو في علاقة صداقة بره الشغل، ده بيدعم وبيعلي الحاجات أكثر. طبعا. ولكن لو حضرتك مثلا عامل دور أخويا وأنا لسه متعرف عليك النهاردة وفجأة يلا أكشن بنمثل، في حتة كده هتبقى هناخد وقت على ما نوصلها في الصدق اللي بيننا، غير لما نقعد مع بعض صح. ونشتغل ونراجع ونعمل ونفتح مع بعض في المناطق، فهنكون صادقين للمشاهد اللي بيشوفنا. طيب أنا هستأذنك أروح لمشهد بتاعك في الكتيبة 101، وفكرني لما أرجع صحيح لفض لما نرجع هنختم، بس وكان لما أرجع أقول لك أنا ليه هبقى فرحان قوي لو عملت دور سايكو، هبقى فرحان هبقى فرحان لنفسي. يعني ليه كمان دور صعيدي؟ إن أنا أصلا أنت منياوي صعيدي. فأتمنى يعني لازم تلعب دور سايكو، دور صعيدي سايكو الاثنين مع بعض. يا لهوي تبقى حد وانت، تعالى نشوف الحته دي الاول ونرجع لو انت. اللي تحب الافلام بتاعه الحروب دي، وبعدين انا اصلا عندي وجهه نظر كده في الافلام بتاعه الحرب العالميه الثانيه وبتاع، هي نصها على راي عمرو اديب هنتريش، لا هي كمان في هنتريش، احنا عندنا بطولات بجد حقيقي، فبحب قوي ان احنا نكتر من ده. قبل ما هنمشي وانا اقول لك ليه هفرح قوي لو عملت دوسك، مره زمان كنا في بيت السينمائي الرائع رحمه الله عليه استاذ فؤاد التهامي، والد صديقي محمد التهامي، وكان استاذ فؤاد هو صاحب ابويا الله يرحمه، وكنا عندهم في البيت، وكان معانا بقى مين معانا؟ هو ده اللي انت قلت عليه البلاك اوت اللي بيحصل في حاجات منطقيه مش المفروض انها حد من استاذ رأفت الميهي الله يرحمه يا رب. فهم كانوا ثلاثه اصحاب وقاعدين بيتعشوا سوا في البيت عند استاذ فؤاد تهامي وحاجات زي كده، وبعدين انا رايح بابا كلمني قال لي عدي عليه عشان تروحني، حاضر. فانا رايح فقعدت حبه، فصرفت بيها قال لي بقول لك ايه يا يوسف؟ قلت له ايه؟ قال لي انا عايزك تمثل. فضحكت كده قلت له همثل ايه؟ قال لي هتمثل معايا فانتازيا، تمثل معايا ايه؟ قلت له لا. قال لي لا؟ قلت له ايوه، انا اذا مثلت
عايز بقول لك ايه، انت عايز نمثل؟ قال لي اهو كان يحبني يعني. قلت له انتج لي احدب نوتردام. قال لي وانت هتطلع بدور ايه؟ قلت له الاحدب. بتكلم جد والله العظيم. قلت له انا طبعا ولا بعرف امثل ولا ليا في التمثيل، انا كل القصه ان انا بشوف ان الادوار اللي هي مليانه تضاربات بتاعه مشاعر، وحتى ما كنت بقول على احدب نوتردام ده راجل بيحب ازميرالدا وفي نفس الوقت بيكره عدم احساسها بيه نظرا لشكله اللي بالنسبه لها مش جميل، وهي بتحب واحد تاني فهيساعدها توصل لقلب التاني برضو. يعني انت متخيل التركيبه المذهله المهوله؟ فهبقى فرحان فرحه يوم ما لان انا مش مؤمن بيك يا حمزه، انا معجب بيك اعجاب فظيع. يشرفني. فيا رب يا رب تعمل اقوى واصعب دور مركب ويبقى عندنا انتوني هوبكنز بتاعنا اللي انا متاكد انه عندنا اهو يا حبيبي. أهو يا ريس والله العظيم. ربنا يخليك يا رب يا استاذ يوسف، والله شهاده غاليه جدا. فانا خدت الختام لنفسي صحيح وانا بحكي، لكن حقيقي لانه انا فعلا فعلا سعيد بيك جدا وفرحان بيك جدا ومقدرك جدا، وانا اقدر اقول لك انه ده احساس عام عموما. يعني انا بشوف ناس كتير بحكم الشغلانه وبقابل ناس كتير وحاجات زي كده، في الكل يتحدث عنك حديث يا حبيبي يا استاذ الماز. والله الماز انا بشكرك جدا جدا والله، مش ومفيش كلام يوفي حقك. لا لا والله خالص خالص، ده مفيش كلام يوفي حجم موهبتك، ويا رب يمد في عمرك كده ويبقى يعني اشوف الاوسكار على ايديك يا حبيبي باذن يا حبيبي. الله ربنا باذن يبارك الله ويعزك ويزيدك، وبشكرك جدا وبشكر اسره برنامج التاسعه، وفخور وسعيد ان انا بصور معاك هنا في التلفزيون المصري العريق. الله بجد استوديو 10 اه طبعا، ونفسي ان شاء الله يرجع القطاع الانتاج ينتج تاني الاعمال اللي عايشه في وجداننا لحد النهارده باذن هيحسن. الله باذن الله باذن الله باذن الله. نورتني وشرفتني واشكرك، وعيد سعيد عليك يا رب وعلى كل البشريه وعلى كل الجمهور والشعب المصري العظيم والوطن العربي. اللهم امين اللهم امين. طبعا مش هتروحوا في اي حته، انتوا معايا في التاسعه، السهره لسه مستمره، خليكم معانا بعد اذنكم. كنت فين امبارح بالليل؟ ألف مبروك، ده أنت عريس جديد بقى. فسوف تعود الى الفسطاط قريبا. شيل ايدك يا ولا المرجله خلاص راحت عليها، ما تخليكم معايا راجل لراجل. هاتولي عمرو جوزها. ولا حد يقدر يجي جنبها، واللي هيجي جنبها هقطع له رقبته واحلق له زلبطه. ومن السهل دائما ان تتحجج بهذا الحديث. حقيقه مين فينا الضحيه؟ اعتمد اعتمد. تمام صح. اعتمد انت. المشاهد بالمناسبة اللي معمولة كلها حلوة جدا، كل الترحيب وبشدة والإعجاب بمنتهى الشدة بنجمنا نضال الشافعي منور. حبيبي يا أستاذ يوسف. عامل إيه؟ يعني والله أنت أنا اللي ليا الشرف الكبير إن أنا أكون معاك النهاردة. والله شرف كبير. فعلا مبسوط جدا إن إحنا اتقابلنا، يمكن دي أول مقابلة لينا، لا أتمنى إنها تكون الأخيرة، أتمنى إنها تكون المقابلة رقم واحد في سلسلة الألف مثلا إن شاء الله. ما بين بقى تلفزيون مش تلفزيون، المهم إن أنا أشوف، لأن أنا احنا قعدنا نتكلم حبه شويه كده قبل ما نبدا الفقره بتاعتنا، فبالنسبه لي انا كنت متاكد انه هيبقى اكتشاف، بس بالنسبه لي اكتشاف الاكتشافات كمان يعني. وكنا من ضمن الكلام، وده اللي انا لقطه في وسط الحديث، انك بتفكر تعمل رساله ماجستير. يعني ان شاء الله باذن الله. أنا خدت الدبلومة مفروض، ودلوقتي مفروض بقدم الماجستير بتاعي يعني بإذن الله في التمثيل وتفاصيل التمثيل بتاعتنا يعني كده يعني. ليه؟ إيه؟ ليه؟ يعني تحققت وتألقت وتنجمت وكل حاجة، فعايز أعمل ماجستير ليه؟ لا يعني ده أنا أعمله لنفسي يعني، من قبيل يعني يموت المعلم ولا يتعلم زي ما بيقولوا. ماشي. يعني
حابب اخد اكتر، اتعرف اكتر، اتعلم اكتر. يمكن حتى الفكرة اللي انا حابب احطها في الماجستير يعني على قامتنا الكبيرة جدا في فن التمثيل من اساتذتنا الكبار اللي اتعلمنا منهم، حابب يعني نحط تحته سبوت كده، كانوا بيشتغلوا ازاي، شايفين الدنيا ازاي، بيمثلوا من انهي حتة. الناس دي تستحق الأوسكار فعلا، الناس دي تستحق انها تاخد مكانتها اللي تستحقها، يعني كنوع من انواع التأريخ وكنوع من انواع ان احنا فن التمثيل احنا نعتبر من اقدم البلاد او في المنطقة على الاطلاق، يعني اللي نشأ فيها حاجة اسمها فن التمثيل من اول السينما الصامتة لغاية بعد كده المتكلمة ثم وابدعنا بقى، يعني ابدعنا كوميدي تلاقي، تراجيدي تلاقي، تاريخي تلاقي، دنيا يعني. فمحبة وحب من اللي انا تربيت عليه وشفته من وانا صغير، لما جات لي الفرصة ان انا اعمل حاجة زي كده بصراحة قلت ليه لا، يعني اتعلم اكتر واشوف اكتر يعني. طيب ده كلام رائع، ده معناه انك انت ممكن تكمل بعد كده وتخش تعمل دكتوراه وحاجات زي كده. والله بص يعني على حسب، انا ما برتبش يعني، هي كل خطوة انا بالنسبة لي حسب ما بتيجي في وقتها. يعني لو لقيت نفسي ان انا متاح ان انا اعمل حاجة زي كده شيء جميل بالنسبة لي. يعني حتى لما خدت الدبلومة وكانت بصراحة العميدة الدكتورة نبيلة حسن واستاذنا اشرف زكي يعني كان واقفين جنبي في فكرة طب ما نجرب، طب ما نحاول، طب ما نشوف. فلما دخلت بصراحة استمتعت، يعني شفت حاجات وشفت انواع مسارح وتفاصيل وعدت دراسه تاني. نعم فكره ان انت تقعد على التخته تاني بعد الفتره دي وتلاقي الورقه اللي هي عارف الورقه البيضة دي المسطره باخضر دي تيجي تكتب فيها تاني، يعني الموضوع كان صعب عليا شويه ورقم الجلوس والكلام ده، بس ايه يعني انبسطت بصراحه. فقلت يعني لو ربنا أراد سبحانه وتعالى أنه أعمل خطوة زي ديت ممكن، يعني ما عنديش أزمة فيها بإذن الله. أنت ليه مثلت؟ ليه خدت قرار تدرس الفن، تدرس التمثيل وتاخد قرار خلاص أنه ده حياتي؟ والله بص يعني أنا دايما بيقول يوسف الحسيني دايما يعني بيجيب أسئلة جديدة بصراحة يعني وإجاباتها أصعب يعني. لا والله بص يعني هقول لك من الاول خالص، يعني الاول من الاول خالص الفضل يرجع لربنا سبحانه وتعالى ثم للتوجيه المسرحي في المدارس في وقتي. انا 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 كنت في وقتي فكره النشاط المسرحي والالقاء الشعري وان احنا نهتم بفكره الشعر ونقوله وناخد جوائز وجمهوريه وتفاصيل ونمثل مسرحيات لكتاب كبار وحاجات زي كده واحنا لسه صغيرين زقرده كده، يعني ما فيش حاجه خالص. يعني زي ما تقول الندها خدتني بقى، يعني من عند المدرسه كده الندها خدتني. حتى بعد ما خدت الثانويه العامه فكان جاي لي بقى كذا كليه والتنسيق وبتاع، ف حاجتين بصراحة أنا قدمت فيهم دول اللي أنا كنت حاببهم، أو ثلاث حاجات قدمت فيهم ساعتها. يعني أنا قلت لوالدي انسى التنسيق ما لناش دعوة التنسيق هيعمل إيه. وعدالك الجملة يعني والدي كان يعني كان الله يرحمه يعني كان متفتح بشكل لطيف، تقول انسى التنسيق أنا قدامي حاجتين، يا أنا هقدم شرطة وحربية ومع فنون مسرحية. بص بقى هي ما مش جاي لك الشرق والغرب والله هكذا حصل. ده وصل لدرجة انه يعني توافقت الاشياء ان امتحاناتهم مع بعض، يعني كنت بمتحن امتحانات شرطة في نفس وقت امتحانات حربية في نفس وقت امتحانات المعهد. وفاكر في يوم بالذات كان اليوم الرياضي بتاع شرطة كان يوم تلات، وكان عندي امتحان مع في الورشه بتاعت التمثيل مع دكتور سعد أردش الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. فانا المفروض قاعد معاه يوم الاثنين، فبيقول ان تسعة وثانيه تسعة ودقيقه مش هتخش، ولو ما دخلتش هتسقط. وكان ليه طريقه كده يا حاجات كده يعني. وكان اليوم ده امتحان الرياضي في الشرطه في العباسية الله أكبر عليك في العباسية.
وده في الهرم. حد في جيلنا ما قدمش ايوه بالظبط والله. وده كان في والاكاديميه في الهرم. هنا بقى في بقى قرار، بس انا ما زلت متمسك بالاثنين. بس فعملت ايه بقى؟ الساعه 2 بالليل يوم الاثنين رحت بيت قدام باب كليه شرطه عشان تخش بدري، عشان اخش اول واحد. وامتحنت اول واحد الساعه 7 الصبح بدات الامتحانات، خلصت الامتحانات كلها الساعه 8 اتحركت من العباسيه، كنت في الهرم 9 الا 5 وحضرت الامتحانين وخدت هنا والله ونجحت فعلا في الرياضي. لائق هنا ولائق هنا، ورحت عند دكتور سعد دخلت لائق وكده. فيعني كان دي كانت توجهاتي يعني انا كنت بحب جدا الفكره ان انا لو كنت ممكن ابقى ضابط او حاجه او كده يعني. واعتقد انه جيلي معظمه او جيلنا معظمه كان من اول العيد البدله بتاعت البدله البيضاء اللي بنلبسها، بدله العيد دي، بدله الشرطه كله عايز تطلع ايه؟ دكتور ضابط مهندس يعني او طيار يعني في حاجه كده يعني. فدي كانت الفكره يعني. للأسف ما توفقتش بقى في بعض الاختبارات في النهائيات يعني بتاعت الاختبارات بتاعت شرطة أو حربية، وفوجئت إن أنا نجحت في المعهد للفنون المسرحية. فوجئت بس أنا أظن إنك أنت كان نشاطك متميز يعني الحمد لله المدرسة. يعني أنت كنت قدرت وسط الجيزة صح؟ الله أكبر عليك. أيوه إيه ده؟ إيه ده؟ أعلم وأنت الكثير وأنا أيضا أعلم والله ايوه شفت انا عارف حاجات. لا فعلا انا كنت هقول لك بعد ما نخلص انا عارف منين. ده ايوه ده انا عارف اسم المدرسه. لا انا اعرف ناس دفعتك. لا دي حقيقه فعلا. بالمناسبه وده برضو حاجه مهمه جدا، اداره وسط الجيزه التعليميه دي كان بيطلع منها جبابره الجمهوريه في اي نشاط. دي حقيقه. رياضه، مسرح، القاء، اسمه ايه ده، كان في خطابه. ايوه كان في اذاعه مدرسيه. احنا يعني انا الحمد لله يعني اعتقد ان انا كنت في المدرستين اللي انا اتحطيت فيهم في وسط الجيزه دي، انا كنت من يعني زي ما بيقولوا من المحظوظين. لانه الناس كانوا عاملين زي الكشافه يعني، مش بس كانوا مجرد ان هم عايزين يعملوا النشاط عشان يعملوا المسرحيه اللي تقعد نص ساعه والناس تمشي والاهالي تسقف وكانت، لا احنا انا فاكر احنا كنا بنعمل ليله العرض 3 ساعات، 3 مسرحيات، بنعمل نابليون بونابرت، بنعمل لأستاذنا الكبير محفوظ عبد الرحمن، بنعمل احذروا ما أجملنا، بنعمل حاجات لأستاذنا نجيب محفوظ، بنعمل أنا أخرجت أول مسرحية أخرجتها كنت في أولى ثانوي، كانت لكاتب لبناني الأستاذ أديب لحود طبعا، وأنا لسه ما فيش حاجة يعني، وكانت مسرحية شعرية من 3 فصول ولازم أعمل لها إعداد درامي عشان أوصلها لمدة 1.25 ساعة ومش عارف إيه. لا يعني أنا كنت من المحظوظين إن الفكرة اتزرعت جوايا بدري ورحت فيها بقى يعني، ابتديت أمشي فيها يعني. والمعهد بقى أنت متصور الحالة بتاعت إنه شاب في مرحلة نشأته عنده 15-16 سنة بيقرأ الأديب لحود وبيعمل معالجة إنها تصلح لمسرح المدرسة ويخرجها. ما هو دي برضو حالة أنا بستغرب، هو إحنا ليه قضينا عليها بأيدينا؟ لا يعني أعتقد يعني أكيد في أماكن موجودة وفي بعض التوجهات المسرحية الموجودة في المدارس ممكن يبقى فيه ده شغال وكل حاجة. بدأوا يعني بدأنا بقالنا حوالي سنة كده ولا سنتين نشجع تاني النشاط المسرحي. بص النشاط المسرحي ده عظيم يعني، بالذات المسرح، لأنه بيعمل نوع من أنواع كشافة حلوة، الخطابة جميلة، بس النشاط المسرحي عشان شامل حاجات كتيرة جدا يعني. أنا مثلا عشان أنا أعمل المزيكا بتاعت المسرحية مثلا، أنا سمعت كل شرايط أستاذ عمار الشريعي، مزجت كلها كانت عندي، الساوند تراك بتاعت كل اعماله، استاذ عمر خيرت، استطعمت يعني ايه مزيكا، ازاي احط المزيكا اللي تعبر عن المشهد، ازاي ان انا انزل مثلا في وسط البلد ادور على مزيكة الطيب والشرس والقبيح اللي هو الفيلم الاجنبي ده، ازاي ادور على مزيكة مش عارف ايه عشان نعمل مش عارف. وفكرة الوعي بتاع
بتدي إحساس وأن تقرأ شعر من وانت صغير كده بتكون عندك خيال وخلق وإحساس مختلف، بتربي عند الشاب فعلا تفاصيل مختلفة غير أن ممكن أي اتجاه ياخده يمين أو شمال، لأن مجرد ما مداركه بتوسع ووعيه بيوسع بيقدر يحكم على الأشياء بشكل كويس، وبيشوف في الشخصيات المسرحية اللي بيعملها أو المسرحيات اللي بيقراها الطيب والوحش والكويس، وإزاي نعبر عن ده وإزاي نعبر عن ده وإزاي نعبر عن ده. ففعلا شيء مفيد يعني النشاط المسرحي المدرسي بالذات. لو قعدنا نتكلم من هنا، أنا منساش الأستاذة حياة يوسف، وهي يعني كانت مسؤولة التوجيه المسرحي في إدارة وسط الجيزة، علمتنا كتير ووريتنا كتير وبجد، فيعني كانت مرحلة بالنسبة لي أنا كنت معتبرها هي المختبر، هي المعمل. يعني أنا طلعت من ثانوي دخلت المعهد، فكان دايما ما يبقى عندنا شباب خريجين الجامعة داخلين المعهد فكانوا يحسوا يعني ليهم أدم سابقة عننا شوية، لأن يعني الجامعة طبعا معمل كبير. سنة كنت بالنسبة لي ده مش فارق قوي. ليه؟ لأن أنا خدت المعمل ده في 6 سنين من أولى إعدادي لغاية تالتة ثانوي، كنت شغال في المسرح الترمين، بنعمل عرض آخر كل ترم، بنعمل مش عارف إيه، نروح نجيب الملابس، نروح نجيب الحاجات بتاعة الشعر، الحاجات اللي هتتلزق، لو بنعمل تاريخي اللغة العربية إزاي تتنطق، إزاي تتعمل، إزاي تتقدم، حاجات كتير جدا. يعني من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري انك قلت جملة او كلمة تحديدا وتوصيف انا بالنسبة لي ده جميل، لانه غاب، نزلت جبت كل او سمعت كل شرايط عمار الشريعي، ما قلتش كل ألبومات عمار الشريعي. فانا كلمة ألبومات دي الحقيقة بخيني بقعد اشد في شعري، يعني ألبومات ايه هي اسمها؟ كان شريط، ما كناش بنقول كلمة ألبوم دي اصلا. ايوه اصلا يعني مش عارف، يعني كل واحد عاوز نفسه الشياكه يقول لك سمعت الالبوم بتاع الالبوم ايه يعني؟ ممكن اسمه شريط يا عم، يعني نقعد نضحك على بعض. معلش عشان الشباب الجديده برضو لسه معانا، معلش يعني، بس لا يعني فعلا يعني لما تسمع مثلا المزيكا بتاع الدموع في عيون وقحه لوحدها من غير ما تكون كمان اتفرجت على القامه العظيمه الاستاذ عادل امام وهو بيعمل المسلسل، بس بتسمع المزيكا جت لاستاذ عمار الشريع ازاي؟ لما تسمع رقفه الهجان لوحده البريء، البريء بيغني بصوته، ايه ده يعني بتوديك في حته كده، يعني بتربي خيال وبتربي مشاعر وبتربي احاسيس جوه الواحد. ممكن الواحد ساعتها ما كانش حاسس ان ده بيتعمل جوه، ده كان بيتعمل بشكل تلقائي، يعني كانت بتكبر جواك الاشياء بشكل تلقائي، بتعرف تستطعم الاشياء وتحكم عليها بشكل تلقائي. لما تعرف تفرق مجرد ما تسمع التراك دوت فتعرف ده استاذ عمر خيرت، البيانو بالشكل ده بالطريقه دي فده استاذ عمر خيرت، ايوه ده لا يعني شيء عظيم. يعني النشاط المسرحي ده انا فعشان كده بقول لك لما كان بتوع الجامعه بقى معانا في المعهد ولا في الاكاديميه انا ما كنتش حاسس بغربه بينهم طبعا، لان انا كنت حاسس ان انا مريت بالتجربه وخدت المختبر ده وخدت المعمل ده جامد، يعني دست فيه جامد جدا جدا. مسابقات القاء، مسابقات مسرح، شعر، اخراج، تفاصيل تاليف شعر حتى، يعني كده. يعني اولا هو طبعا واضح جدا حاجتين، واضح هي مسألة الشغف المذهل جدا بتوع الست سنين الرئيسيات لو صح التعبير في تكوينك كممثل فيما بعد ذلك، واضح قوي ان انت دخلت المعهد مش رحلة البحث عن الشهرة والنجومية والأموال، انت داخل حاجة بتموت فيها، وواضح دايما في نطق اللغة العربية بتاع نضال انه انت كمان مش يعني هو طبعا اصدقائنا خريجين المعهد بيبانوا انه دول دارسين عربي مظبوط، لقى بدنية بتاعتهم بتبقى باينه الى اخره، بخلاف الناس اللي بتبقى حتى وهم رائعين ودخلوا المهنه بس بعيدا عن المعهد لا في اختلاف. هو كمان لسانك واخد على العربي الفصيح، فده معناه انه دافع من اولى اعدادي انت دايس في الموضوع. وهنا يجي سؤال، انت ما شغلتش بالك على الإطلاق زي ما أنا كنت بقول أظن ذلك وهو واضح بمسألة النجومية، البطولات، الأموال، المش عارف إيه، فاللي حصل إنك حصدت هذه النجومية بامتياز.
الله يخليك. يعني بس هو فعلا يعني كلام حضرتك صادق 100%، لانه انا حتى لما دخلت المعهد ودرست 4 سنين تقريبا ما اشتغلتش خالص في اثناء الدراسه تقريبا، يعني بنسبه 99.9 ما اشتغلتش خالص. والحمد لله طلعت من الاوائل في المعهد، ثم بعد كده من على حتى على مستوى الاكاديميه. وبعد ما اتخرجت بقى انت عارف الخريج بيبقى بقى ايه يعني، ايه على راي محمد سعد يدب بايده في الحته تطلع الناحيه الثانيه مركز الشباب ده يعني عارف السكه دي. للاسف ما كانش فيه اي تفصيله ينفع الواحد بقى يعبر بيها عن نفسه او يعرف يوصل بيها بشكل او باخر. فقعدت فتره من السنين بعد ما اتخرجت يعني كانت حاله صعبه، حالة صعبة لأنه في طاقة أو في طاقة أو ومحبوسة بقى يعني مش عارف تعمل إيه، يعني هتمثل على نفسك تعمل إيه يعني. فإلى أن ظهر في حياتي بصراحة يعني شخصية من الشخصيات اللي أكن لها كل الاحترام والتبجيل والتقدير والمحبة، وأخويا الكبير والأستاذ خالد جلال. يعني أنا الشهادة أنا لله بحب يعني تغال. الرجل ده يعني هو طبعا بصرف هو مخرج عبقري من المخرجين المسرحيين العظام في مصر يعني، ولنا ان نفتخر بيه. وفي نفس الوقت هو نقدر نقول عليه صانع نجوم او صانع ممثلين. صح. انا ليا الشرف ان انا انتمي لاكاديميه الفنون، وليا الشرف ان انا انتمي للمعهد العالي للفنون المسرحيه واخد هذه الشهاده، وشرف كبير ليا بكل الاساتذه الكبار والدكاتره صح. الكبار اللي علموني. لكن كانت تجربه استاذ خالد جلال كانت تجربة متفردة شوية وجديدة من نوعها. وهي فكرة ان احنا لما كنا بنتخرج ما كانش في مسارات واضحة ما بين الماركت وما بين الناس اللي اتخرجت، ما فيش مسارات واضحة يعني، كلها محاولات فردية يعني. انا متعرف على يوسف فيوسف عارف مخرج، فما تيجي انضل تقعد فيتعرف فياخد دور ما تاخدش دور، انت ودورك انت وحظك بقى. لكن الفكرة اللي كان عاملها أستاذ خالد جلال في استوديو مركز الإبداع هو إلى الآن قائم يعني صحيح. بصراحة وأعتقد أنه كتير من الوسط الفني دلوقتي الشباب هم خريجين مركز طبعا. الإبداع طبعا. كانت هي دي بالنسبة لي الـ 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 أو هو ده حتى كان فكرة المشروع الأساسية أو هدف المشروع الأساسي، هو اللينك ما بين الطاقات بتاعة الشباب التمثيلية دي والماركت، ماركت كماركت منتجين وممثلين ونجوم وصناع يجوا يتفرجوا على الطاقات دي بأشكال معينة بـ 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 بتفاصيل معينة فياخدوهم للماركت فيعرضوهم للسوق. وده حصل معايا بقى ومع غيري من خلال مركز الإبداع. يمكن بعد ما اتخرجت 4 سنين دخلت مركز الإبداع قعدت فيه 3 سنين دراسة تانية خالص يعني بشكل مختلف تماما، يعني فكرة إعداد الممثل الشامل اللي عنده القدرة أنه يغني ويرقص ويتحرك ويمثل ويقول لغة عربية ويقول يضحك بالعامية ويعمل كل الحاجات دي كان من خلال الورشة دي. ومن هناك برضو لن أنسى فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى أستاذ شريف عرفة بقى، أنه يعني شافني عند أستاذ خالد جلال وأستاذ ساندرا نشأت طبعا أول حد خدني في ملاك اسكندرية. بس أستاذ شريف عرفة يعني ايه رمى عليا الهلب جامد يعني، كان اعجب بيا وانا بعمل كنت المسرحيات اللي عملتها عند استاذ خالد جلال، فخدني من ايدي قام حطيني في تامر وشوقية في حاله ثقه كده. الواد ده يعني الواد ده كويس، وكنت لافت في تامر وشوقية بشكل غريب. وبعدها جزيره ثم بعدها كانت لحظات حرجه، وبدأت بقى الفكرة بتاعت شهادة ميلاد انه في بني آدم، في شخص، في حد بيعرف يقول الكلمتين قدام الكاميرا وهو العبد لله يعني. قبل ما نبدأ انا قعدت الحقيقة استمع بانصات لمحاضرة بالمعنى الحلو الحقيقي لكلمة محاضرة يعني على مسألة المدارس، سمعتها من نضال على المدارس في التمثيل وفي الأداء وحاجات زي كده، وده بيخليني بقعد أسأل هل هنا بقى نضال هو من مدرسة من هذه المدارس، ولا نضال بيحاول يجمع أكبر قدر ممكن من مدارس الأداء التمثيلي؟ لأنه زي ما كنت بقولك
في مثلا ابراهيم الابيض انت شرير وبلطجي، بس انا كنت كل ما بشوفك في مشهد الاقي نفسي قاعد عمال بضحك، لانه انت ما عملتش اي حاجه ضحك. حاجه كنت بقول لك انا اكتر، انا كيوسف تركيبتي اللي بيحاول يضحكني ما بضحكش، واللي ما بيحاولش خالص بيبقى لو هو جواه سر ما الموهبه بتاعت حضراته خلاص انا ضحكت. يعني انا في ابراهيم الابيض بقدر ما اللي هو ايه، طبعا انا اكيد منحاز بقى لاحمد السقا كمشاهد في الفيلم بقى، انا عايز ابراهيم الابيض يكسب باي شيء، لانه احمد السقا طلع مجرم يعني. وجزء من انحازي ان انا بحب السقا قوي يعني قوي يعني صاحبي وبحبه وحبيبي، فانا بقى منحاز، وبعدين ده العمل هو بقى ابراهيم فما ينفعش ابراهيم يتهزم. ايوه فانا شايف وش نضال ان هو مستني لحظه الانتقام، بس انتظار الانتقام ده بيخليني قاعد عمال بضحك اللي هو ايه هياخدك غدر خلي بالك. يعني هو طبعا يعني مدارس التمثيل مختلفه يعني، انا مش عايز بس الليله بتاعت العيد الحلوه دي تبقى يعني محاضره زي ما انت بتقول. لا يعني والله خير محاضره، يا ريت تبقى محاضرة. لا يعني بس هي مدارس التمثيل مختلفه، يعني في ناس اللي بتحب فكره المعايشه الكامله، انه يعيش معايشه كامله. طبعا احنا لينا سبق فيها مع استاذنا النجم الكبير الله يرحمه استاذ احمد زكي، كان متبع هذه المدرسه وكان بيحب هذه المدرسه، انه يعيش اللحظه ويعيش الدور كانه قبل ما يخش الاستوديو بيخلي احمد زكي يقعد في العربيه وهو يخش بالكاركتر اللي هيشتغل بيه طول اليوم، هو ده اللي عايش بيه. وفي مدرسه تانية بتعتمد على فكره انه بصمه الممثل زايده في الدور، يعني انت بتجيب الدور ليك انت وتعمل هذه البصمه. وعندنا امثله كبيره جدا من ايام الابيض واسود لغايه دلوقتي زي اساتذتنا الكبار استاذ زكي رستم، استاذ محمود المليجي، استاذ اخويا الله يرحمه خالد صالح، دول من النوعيه دي، يعني جيب الدور ليك فبنفس تقطيع الكلام بنفس الطريقه بنفس الرياكشنات. اما تيجي تتفرج على استاذ زكي رستم مثلا وهو بيعمل الباشا مثلا في سيده القصر يقول لها انت يا امال ولازم مش بنفس الحاجات، لما تلاقي نفس التقطيع ده بيقولوا في المعلم بتاع السمك طب انت ازاي يعني، انت مفترض بره المعجزه ان انت ما تقتنعش يعني، تقول لا اكيد التقطيع ده مش بتاع الراجل، لكن المبهر في الموضوع ان انت تقتنع وتندمج معاه. لما يجي يعمل ابو البنات اللي هو ابعد يا شيطان والموظف الغلبان اللي مش عارف ايه، وبرضه بيقول بنفس التفاصيل للحاجات بنفس تقطيعاته بنفس الحاجات والاسترس على الكلام برضه تروح معاه صح. فهي اذا زي ما تقول كل مدرسه ليها جمالها وكل مدرسه ليها الناس اللي بتتقنها. بالنسبه لي ما اعرفش احكم على نفسي انا عامل ازاي، ده بيتساب اكتر للسادة الأفاضل النقاد، هم اللي يقدروا يقولوا والله إحنا لما شفنا مجموعة الأعمال للفنان الفلاني فإحنا نقدر نقول إنه هو في الحتة الفلانية. لكن أنا عن نفسي أنا بحب الفكرة، أنا بحب التمثيل، بحب أعيش اللحظة. يعني مثلا بيبقى عندي مشهد أقسم لك بالله لما يبقى عندي مشهد مثلا صعب ولسه كان في الإمام كنت موريهم أيام سودة في البيت يعني كان عندي مشهد فعلا صعب، يعني كنت نايم وانا دماغي عمال افكر هقوله منين وهلعبه ازاي وهعيشه ازاي وازاي هقدر اسيطر على الموقف اللي هيبقى موجود. لا الموضوع كان 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 بالنسبه لي ما بنامش ما بعرفش انام. انت كنت بتنام تحلم وتتعايش وتصحى وتاكل انت قاعد عمال بتفكر اقسم بالله انا المشهد ده انا فاكر انا الكلام ده في رمضان اللي احنا يعني اللي فات يعني بتاعنا ده يعني انا المشهد اللي هتشوفوه ان شاء الله او شفتوه يعني اللي ما لحقش يشوف يطلع على واتش يا جماعه لازم والله يعني انا بحب المسلسل ده قوي يعني لانه ده بقى نتكلم فيه ده موضوع تاني. بس المشهد ده انا نمت الساعه 3 الفجر او الساعه 4 تقريبا، كان بعد الفجر تقريبا، وانا عمال افكر في المشهد كلام المشهد انا حافظه بس مش مشبق يعني في حاجه عايز اقولها عايز تمسك حاجه عايز في حاجه. الساعه 6 الصبح ف
فتحت عينيا قمت عملت شوية كلمتين تلاتة أربعة خمسة ستة كده جنب الكلام المكتوب اللي هو مش عارف إيه، خدت نفسي ونمت. بس يعني اللي اللي حلمت بيه ككلام قمت كتبته، وطبعا وريته طبعا للأساتذة الأفاضل وخدت الموافقة منهم الأستاذ ليس حجو المخرج. وهي ما تجيش إلا كده، أنا حسيتها لما فأقول لك حاجة، انت حسيت ان انت عاوز تغير حاجات في حته كلام. تفصيله كده مهمه انا عايزه انطقها. يعني هقول لك حاجه، المؤلف بيبقى اقرب ما يكون للشخصيه. ليه؟ لان هو اللي بدعها من بنات افكاره والكلام الحلو اللي بنسمعه والكلام ده، وده حقيقي. هو اقرب واحد للشخصيات وللحدث هو المؤلف لغايه ما يطلع منه الورق. جميل، تمام. ثم المرحله الثانيه المخرج صاحب الرؤيه، فبيبقى كل الكاركترات كل الشخصيات اللي قدامه بالحدث اللي قدامه هو الملم بكل تفاصيلها، فهم أقرب حاجة لي. بيجي هنا بقى دور الممثل. بقى الممثل بالنسبة لي بيجي في لحظة لما بتحصل عملية التاتش دي أو فكرة الاندماج الكامل ده، أقسم بالله أقرب ما يكون أنا يعني روحي بتتحط فيه، فأنا أقرب واحد ليه. أنا هذا الرجل، فهو أنا هذا الرجل كده بالظبط. فهو مش هيقول كده وهيقول كده، وأنا خلاص هي قفلت معايا. عارف يعني الناس اللي بتلعب على فكرة المعايشة الكاملة دي، اللي هو لساني مش نطقها، مش هقدر أنطقها، أو لساني هينطقها كذا. فبصراحة حتى لما رحت بمنتهى التفهم وبمنتهى الجمال يعني من أستاذ ليس حجو، لما قلت له أنا شايف أنه المشهد ده بعد إذنك ممكن أقول فيه واحد اتنين تلاتة، أنا دول حسيتهم كده. فالراجل بمنتهى الدماسة والجمال الإنساني والأخلاقي والفني قال لي حلوة قوي قوله. وأنا مش عايز بس يعني المفروض الناس اتفرجت بقى كده على المسلسل، اللي هو مشهد موت صهيب. ده بقى يعني كان والله كان ناقص يعمل لي لوسه، مش عارف اعمله ازاي، يعني مش عارف ايه، وعايز يلحقه وبعدين بيخش والحرب هتقوم ومش هتقوم، طب ده هيتعمل ازاي، كان صعب يعني. فدي من ضمن الامثله يعني، انه لما الواحد بياخد الحاجه مؤمن بيها وحاسسها قوي يعني، بتعمل حاجات صعبة قوي في الواحد بصراحة. أصعب دور من وجهة نظرك أنت قدمته كان إيه؟ أعتقد الجروي، يعني من أصعب الأدوار في رسالة الإمام، لأنه انفعالاته مكتومة، تفاصيله مكتومة، حاجات بتطلع بالتدريج يعني رجل قائد، ومن ما ينفعش حاجة تطلع منه غلط، وكل نظرة وكل حاجة محسوبة، واللغة العربية لازم مع اللبس مع الزرد مع الدنيا. فكان فعلا إعداده نفسه كان صعب قوي، فمن أصعب الأدوار فعلا الواحد عملها. فضل في الجزيرة يعني بالنسبة لي كان صعب قوي، وكان برضو أستاذ شريف عرفة يعني اتعلمت منه، يعني ما فيش حاجة اسمها فهلوة. يعني لما رحت قعدت حوالي شهر وي في أحد مدارس الصم والبكم عشان أستوعب الفكرة، أستوعب لغة الإشارة، بس أنا ما خدتهاش بقى كده وبس، أنا خدتها أستوعب لغة الإشارة وأستوعب إخواتي دول ازاي عايشين في فكرة الصمت دي، والشخصية الصمت ده، وكل واحد بيعبر عن فكرة الصمت التام ده ازاي، ودرجة سمعه هو قد ايه بيقدر يلقط، فبيقدر عايز يعبر قد ايه، وفي اللي ما بيلقطش خالص فتعبيره اقل قد ايه. فكنت مركز في تفاصيل. ليك مشهد ضرب نار وانت لانك مش سامع، انت مش حاسس بانه في مصيبه بتجرى. ما دي يعني انت الله يبارك لك، انت عظيم والله. لا خالص، لا الواحد بيبقى مبسوط كمان. الله العظيم انت اللي لا 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 يعني الواحد بيبقى مبسوط لما الواحد بيبقى بيعمل حاجه وحد ياخد باله منها. يعني فعلا المشهد ده هو فعلا، انا بقول لك ان فضل، انا كان دوري فيه كان صغير، كنت لسه دي اول حاجه بعملها. المشهد ده على وجه التحديد هو من اصعب المشاهد في حياتي. ليه؟
لانه كان في ساعتها فعلا فعلا ضرب نار. يعني كان في افكت النار ده ضرب موجود وفعلا في ناس بتجري وفعلا في ناس بتصوت، وانا مصر ان انا اموت فكره السمع دي. لازم يعني تبقى في حاله ذهنيه بتقول انا مش أنا سامع، انا مش سامع، انا مش ومش سامع ملتفت للحركه اللي حواليا ولا اي اصوات. لا هنا بقى هنا الفرق بقى ان انا مش سامع، يعني في ضرب نار فلازم بعد ما اشوف الحركه يجي لي رد الفعل. لا انا بقصد انت مش تعرف ساعات بيبقى يقول لك ايه، انا شايف مش عارف الناس هتفهم ده، انا شايف بقفايا حاجه بتحصل يعني ساعات بتبقى انت عارف ان في حد واقف وراك يعني انت مش شايف. فهنا مفترض ده انا بقول اي كلام، لا 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 انه فضل المفترض انه انت في مش ميوت شايف بظهرك، هو في ميوت، في ميوت حتى اللي قدامه الناس قدامه في العزاء ففي ميوت، هو فجأة لقى الناس قامت جريت. دي حاجة في منتهى الصعوبة يعني، هي دي انا بقول لك بشهادة لله انا شوف بقولها بعد كام سنة، يعني دي كانت من اصعب اللحظات في حياتي ومن اصعب الادوار في حياتي اللي حاولت بقدر الامكان يعني ايه اثبت فيها ما تهزش يعني. وطبعا مع استاذ شريف عرفة ونجم كبير زي اخويا احمد السقا وفيلم كبير يعني، واصلا المشهد جراند، فيعني لو باظ ان انا اتحركت وجريت مع طول ضرب النار يعني هيبقى ما حاجه ده هنعيد وهنكلف ومنظري وحش قوي يعني. فدي كانت من الحاجات. واخويا برضو النجم الكبير احمد السقا برضو من الناس اللي وقفت جنبي في 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 بداياتي بصراحه، واداني مساحه والله يرحمه استاذنا الكبير سامي العدل في فيلم الديلر ده. ايوه ده يعني كان برضو من أصعب الـ الأدوار اللي عملتها يعني، لأنه فيلم الديلر أنت أنا فرحات الكردي بيتكلم 4-5 لهجات، وإحنا في طبيعتنا كمصريين ما عندناش السمع بتاع لهجات الإخوة العرب قوي في ودننا يعني، ما بنتفرج ما كناش ساعتها بنتفرج ما تعودناش اخواتنا العرب هم اللي عارفيننا وسامعيننا ومتعودين يعني لهجتنا بالنسبه لهم سهله، فلما يجي اخويا حبيبي من سوريا ولا من تونس ولا هو فهمني فيقول خلاص اللهجه المصريه، لانه شاف رشدي اباظه وفريد شوقي ومش عارف صح ايه وكل النجوم الكبار العظام دول، فاللهجه المصريه في ودنه فيعرف يقولها، لكن احنا ما عندناش الفكره دي. فلما جالي فرحات الكردي كان يعني ان انا لازم اتكلم كردي، اتكلم كردي واتكلم تركي واتكلم شامي، فموضوع كان صعب. فخدت من نفس منهج استاذ شريف اللي علمه لي يعني، ورحت قلت لهم انا عايز كردستان ولا ايه. انا كنا بنصور في تقريبا صورنا في جزء في تركيا وصورنا جزء في اوكرانيا، قلت لهم انا عايز واحد في الثلاث جنسيات دول، يعني كردي عارف اللغه العربيه وعايش في تركيا وتركي وعايش في تركيا. وبالفعل جابوا لي حد كده وقعدت معاه كتير وخليته هو اللي يقرا الحوار كتير، وقعدت اسجل بقى واحفظ وراجع وبتاع عشان اوصل للفورمه اللي اتعرضت بتاعه فرحات الكردي ده. فده يعني كان من أصعب الكردي ده يعني. أنا بشوف إن هو كان فيه صعوبة تانية كمان من وجهة نظرا، مش بس في اللهجة، أنت عملت عبقرية مذهلة في إيه بقى؟ الله يخليك. إن أنا بقيت قاعد عمال محتار، يا عم هو أنت مجرم وشرير ولا أنت واد جدع؟ الحيرة اللي بتبقى عندي كمشاهد دي أنا بظن إنه هي مجرد إنعكاس لعبقرية الممثل اللي قدامي، انه حطيني في حيرة انا مش عارف احكم عليك. لا واستاذ مدحت العدل طبعا، دكتور مدحت العدل الكاتب يعني، هو بصراحة كان كاتب فرحات الكرد بمزاج بصراحة. واقول لك بقى تفصيلة يعني برضو، شوف يعني من ضمن الحاجات برضو اللي بالنسبة لي كانت مفاجآت في حياتي يعني انه انت تعمل مثلا ضيف شرف في مكان، مثلا تبقى انت بتعمل مثلا دور كبير في حتة مش عارف ايه، وبعد في شرف في حته كده، فتلاقي الرد الفعل عنيف وقوي صح. وكان من اصعبهم كان في الاختيار 2 لما عملت سليمان السيناوي او ابراهيم السيناوي. انت بالظبط طالع هم مشهدين والمشهد اللي بيتقتل فيه
مفروض ان من خلال المشهدين دول تعبر فيهم عن هذا الشهيد العظيم، وتعبر فيهم عن قوة أهل سيناء، وتعبر فيهم عن هذا عن الرفض الشديد للفكرة التكفيرية دي، والتضحية الكاملة للوطن في مشهدين. فأنت عايز في مشهدين تعبر عن ثقافة مجتمع سيناوي كامل، وعن حسه الوطني بتاعت كل أهالينا المصريين في سيناء، وكمان على التكوين الوجداني بتاع إبراهيم نفسه. يعني وبعدين كمان لما عرفت إنه الكلام اللي أنا بقوله جزء منه كبير كان في التحقيقات الحقيقية، والراجل ده قال كده فعلا، قال لهم أنتوا فران، أنتوا فران، هتعيشوا فران وتموتوا فران. والراجل اتشاهد لا 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 لا، يعني دي يعني مش عايز اقول لك برضو كانت من اصعب الحاجات اللي الواحد كنت حاسسها وخايف منها وخايف من رد فعلها، وبرضو اللهجه السيناوي ليها احترامها يعني ليها خصوصيتها جدا، فلازم برضو كان معانا مصحح لهجه، فكان مهم برضو انها تتقال بالشكل الحقيقي اللي اهل سيناء يحسوا ان في حد بيعبر عنهم بشكل حقيقي مش مجرد انه بيمثل. فدي برضو كان من اصعب الحاجات، وكان رد فعلها بالنسبه لي يعني اكتر من عبقري الحمد لله يعني. طب نضل يعني بالحديث عن الجروي في الامام الشافعي، وده حديث كان مهم جدا، بس ده اخيني برضو هسالك، المسلسل الحقيقه رساله الامام وجزء من سيره الامام الشافعي وتحديدا اللي في مصر، انا بظنها لو صح تعبير ضربه معلم بصراحه. حقيقة. انت شفت رساله الامام ازاي؟ انت حسيت برساله الامام ازاي؟ اهميته بالنسبه لنضال ايه؟ بص، يعني رساله الامام تعتبر عود احمد للدراما التاريخية المصرية الفنية التي تليق بقامة مصر الفنية العظيمة وبتاريخ مصر. احنا كان بقالنا تقريبا اكتر من 21 سنة ما قدمناش عمل تاريخي، فكون ان احنا نقدم على هذه الخطوة ونقدم عليها بوعي وبفهم شديد، ده شيء كان في غاية الروعة. وعايز أقول أنه رسالة الإمام عشان تطلع للناس بهذه الصورة يعني كان داخلة في نطاق الإعجاز والله. يعني كلنا دون استثناء ما حدش فينا ما تعبش في فكرة أنه يعني نطلع هذا العمل بأحسن صورة ممكنة، وفخور بهذا العمل جدا جدا، لأنه كمان كشف شيء مهم جدا، كشف انه رغم ان احنا بقالنا اكتر من 21 سنة ما عملناش اعمال تاريخية، ومعظم الكوادر اللي كانت بتعمل الاعمال التاريخية دي ما بقتش موجودة، لكن احنا من خلال هذا العمل مع نجم كبير زي الاستاذ خالد النبوي في مجموعة شباب عباقرة في التمثيل ادوا ادوارهم بشكل اكتر من رائع. عندنا حمزة العيالي، عندنا طبعا وليد فواز، عندنا جامايكا، عندنا فعلا انا كنت منبهر يعني انه لا عندنا كوادر، مصر ولاده. واتمنى على الله انه هذا المسلسل ومسلسل رساله الامام يكون المبتدا، انه يفتح الباب لهذه الاعمال التاريخيه اللي مصر من حقها تضع يدها فيها وبقوه، سواء في تاريخها هي الشخصي او تاريخنا الاسلامي، فهو فعلا ان مصر دي هي الاساس في كل شيء. فيعني رساله الامام انا شايف انه عود احمد حقيقي فعلا للدراما التاريخيه التي تليق فعلا بمكانه مصر وبمكانه الامام الشافعي. لا ده انا عايزه يترجم ونبيعه بقى للبلاتفورمز من بتاعه بلاد بره. والله الناس تشوف ازاي مصر قدرت انها تعمل تطور فكري في العالم كله من خلال نموذج زي الامام الشافعي على سبيل المثال وحضوره في مصر. بص يا استاذي، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، وده ليس نوع من انواع التطبيل على الاطلاق، ولكن في وعي في عمل هذا العمل. بمعنى ايه؟ صح. بمعنى انه الشركه المنتجه
هي ميديا هاب مع الشركة المتحدة انه يسخروا كل شيء في سبيل ان هذه الرسالة تطلع في افخم صورة ليها ممكنة عشان في الاخر هتمثل مصر، ده شيء عظيم. لما تلاقي الاستاذ المهندس العبقري استاذ عادل المغربي يعمل بحوث ياخد عليها دكتوراه انه يخلق من اثار وحطام مدينة الفسطاط اللي موجودة عندنا دلوقتي يخلق المدينة الحقيقية وكان شكلها عامل ازاي ويتعرض على الناس، فالشباب الصغير يعرفوا ان دي كانت عاصمة مصر في يوم من الايام، صح. كان شكلها كده وملابسها كانت كده. استاذة سامية عبد العزيز تقريبا، انا اسف اذا كنت يعني لو اخطأت في الاسم، ولكنها عظيمة في انها تنتج ملابس هذه الفترة بهذه الدقة. واسمح لي يعني اني ابدي اعجابي الشديد بخالد النبوي، لانه خالد انا من وجهة نظري هو نجم كبير وحفظا للالقاب، يعني قدم الامام الشافعي بمنظور انا شايف انه فيه عبقرية كبيرة جدا. من ناحية ايه؟ الامام الشافعي ما كانش مجرد فقيه، ما كانش مجرد احد الائمة الاربعة اللي امة الاسلام كلها بتتبع قضاياهم الفكرية وقضاياهم الفكرية، ده كان شاعر. طبعا. وكان ذو حكمة، وكان له دماسة خلق وابتسامة معينة ونظرة معينة عشان يستوعب القضايا ويعرف يحكم فيها. انا من وجهة نظري انه فعلا خالد النبوي قدر انه يجسد هذه الدماسة وهذا الخلق وهذا الرقي في تقديم هذه القامة بشكل كبير جدا. وينطلي بقى على كل الإخوات اللي اشتغلنا مع بعض. حمزة طبعا قدم دور أكتر من رائع، عامل السري بشكل عنيف جبار، يعني بينا مشاهد كتير، يعني أنا كنت ببقى سعيد بيها جدا. مشهد المراكب اللي في المية ده يعني جامايكا يعني عامل دور عظيم، وليد فواز عامل دور عظيم، وطبعا كل ده كان بقيادة يعني الأستاذ ليس حجه ورؤيته الإخراجية. فأنا يعني اسمح لي من خلال حضرتك يعني أبدي كل إعجابي، وبقول للناس عشان بس في بعض الناس بتتصيد بعض التفاصيل كده، أنا بقول من وجهة نظري افرح. يعني أنا ليه تجلد نفسك؟ ليه تقعد تتصيد حاجات ملهاش فراغ؟ يعني افرح، حقك تفرح. إن إحنا خلقنا في رسالة الإمام عصر كامل، عصر كامل، زي ما بتتفرج على جيم اوف ثرون كده وبتطلع بيه النخلة، يعني ما انت إحنا خلقنا عصر كامل، عصر حقيقي، مفيش لا فيه أفورة ولا فيه، وفيه أزهر موجود وفيه هيئات ولجان، كل كلمة محسوبة، الضمة محسوبة والفتحة محسوبة. إذن يا أخي انبسط، يعني انبسط إن أنت بلدك قدرت بعد هذا الغياب لما تعود تعمل، صح. عمل قوي، صح. وعمل راقي وعمل عظيم. فأنا شغوف بهذا العمل بصراحة، وسعيد أن من خلال حضرتك وفي هذه الليلاء من العيد العظيم ربنا يعود علينا بالخير، أنه الناس تكون استمتعت، وأنه اللي ما تفرقش في رمضان لأنه وجبة دسمة فعلا، رسالة الإمام، صحيح. يتفرج عليها على المنصات، منصة ووتشت، يتفرج عليه ويتفرج باستمتاع بجد، هيستمتع. شاهدونا تجدوا ما يسركم إن شاء الله بإذن الله. قبل ما اختم انا عايز اسال سؤال، هو هيبدو على شكله اين نشات وترعرعت سيدتي، بس هو مش كده بصراحه. انت منتظر ايه او عايز تروح فين؟ بص، ولا مش منتظر، اقول لحضرتك حاجه. انا املي في الدنيا حاجتين اتنين، على يعني على المستوى الانساني انه حسب ما يجي وقت الواحد وربنا يفتكره، يعني يجي لك طول العمر، أسيب سيرة طيبة كإنسان كبني آدم، وأسيب بصمة مضيئة في مجالي، بصمة لأجيال، أمنية حياتي، أمنية حياتي أن أنا أسيب عملين أعمال تاريخ، بصمة تنور للناس بجد
مش كلام انشا ولا كلام بيتقال عشان يتقال نسقف لك يعني ولا نعمل لك ايه والحاجات دي، لا دي ده امنيه حياتي يعني، زي السيره الطيبه كبني ادم اللي انا نفسي يعني دي اللي تفضل لي في الدنيا، ان في شغلي وفي مسيرتي الفنيه اسيب بصمه مضيئه لاولادي وللي جايين بعدي، انه يقولوا ان زي ما احنا بنقول دلوقتي على الاستاذ ستيفان روستي مثلا، نيجي نقول على الاستاذ عادل ادهم مثلا، نيجي نقول فنسيب بصمه مضيئه، نفسي اسيب بصمه مضيئه يعني تبقى افدت ناسي ومجتمعي واهلي بالشغلانه بتاعتي يعني. ويظن المذيع في رايه المتواضع انه هو انت بدات خلاص يعني، فبعد عمر طويل جدا ليك كل طولة العمر والبركه في العمر، ثق انه ده خلاص يعني حاصل حاصل يا رب. باذن الله شرفتني واشكرك واسعدتني جدا الى ابعد الحدود، وفرحتني، الهي يفرح قلبك الله يخليك، ودايما هتاخد كل اللي انت عايزه لانك فعلا فعلا شغوف، وده في حد ذاته شيء رائع. نورتني يا نضال، الف الف شكر ليك. اسمح لي يعني اشكرك واشكر دعوتك واقول لك كل سنه وانت طيب وصحه وسلامه، وعيد سعيد علينا وعليك وعلى المصريين كلهم وعلى مصر بحالها وكل حبايبنا في كل مكان يعني. اللهم امين يا رب العالمين، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب باذن الله. مش هقول لكم بقى ابنائي الاعزاء شكرا عشان دي بتاعت استاذ عبد المنعم مدبولي، لكن استنونا ما تروحوش في اي حته، لازلنا معكم في التاسعه.
الشفاه وكحيل العين لقد قلبي لفين يدي واسيني يدي واسيني يحكي وحكيني الله الله يا بابا واسلم عليك يا بابا الله الله يا بابا سيدي منصور يا بابا نجيك نزور يا بابا سيدي منصور يا وجهك زرع منور 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 منورين يا جماعه اسعدتوني فرحتوني رفعتوا من معنوياتي يعني غالبا يعني ايه انا عاوز اتوج كملك الراي في مصر طبعا بعيدا عن الفرق يعني مش الغنى اكيد ما لاش شك فيه محمد عامل ايه الاخبار كله تمام الحمد لله الحمد لله راينا ليه راينا باند ليه راينا باند احنا طبعا هي مبدئيا انا كل سنه طيبين وانا سعيد بحضرتك وعيد سعيد طيبين مره كمان انت انا طبعا راينا باند هي كلمه راي يعني راي يعني كلمه راي ذات نفسها هي راي فاحنا بنقول راينا راينا احنا في الموسيقى حلو فابتدينا اللي احنا بنلعب كفرز وعشان ننتشر اسرع واحنا الحمد لله يعني محترفين فيه وكده يكون احنا الوحيدين في مصر اللي بنعمل الشكل من الموسيقى ده اللي هو الموسيقى ده ومحترفين فيه متميزين طبعا الموسيقيين كلهم عاشقين للراي طبعا الموسيقى لازم يكون لازم يكون عاشق للراي طبعا صح وبعد كده بنبتدي دلوقتي نعمل اغاني الاوريجينالز بتاعتنا احنا الحنه وكلماتنا احنا فبنجتهد يعني يعني هتعملوا راي بتاعكم مظبوط مش هتغني كفر لحد ان شاء الله ده في الطريق اللي احنا بنعمله دلوقتي حاليا انا بكتب جزائري بكتب مغربي على قد ما بقدر بس بخلي حاجه اسمها اللغه الجزائري او المغربي البيضه اللي هي تكون واضحه شويه للناس اللي بتفهمها حبتين مظبوط والالحان طبعا الراي الحمد لله ربنا مديني موهبه بسيطه كده بلحن الحمد لله رب العالمين ومعانا برده الباند فيهم ناس شاطرين نور برده عبيد عنده بعض الالحان الجميله فبنجتهد ان احنا نطلع حاجه بتاعتنا مجهود الباند عشان كده سميناها راينا احنا راينا احنا طب ممكن بعد اذنك تعرفنا على اسماء الباند واحد واحد اوكي طبعا ابتدي بالقائد شريف سالم بيز جيتار شريف لسه لاعب حته كورد اصلا خلاني عملت كده اللي هو يا نهار ابيض طبعا شريف سالم هو المدرسه لموسيقى الراي هو بيسمع موسيقى الراي يعني كمان الموسيقى الشعب الراي الجزائري الشعبي انت بقى بتسمع زهوانيه مظبوط كده ورزقي وحسني وعقيل حقيقي اصلا قديم في موضوع الراي ما لا واضح بسم الله ما شاء الله ومعانا على الدرامز طلع كده بودي عبد الله عبد الله شريف بودي بودي ومعانا جيتار ليد معانا نور عبيد نور ومعانا على الاورج ايمن رمضان ايمن ومعانا دربوكه دربوكه اللي هي الطبله اند بركشن هو معاذ عسكر معاذ انا كنت مركز جدا يا معاذ والله العظيم جدا مش متصور طب ده بالنسبه لي مهم قوي مساله انه ما حدش هيعرف يعمل فعلا باند راي غير لو هو بيحب الراي حقيقي لانها مش موسيقى سهله حقيقة. او ومش موسيقى ما فيهاش فلسفه يعني صحيح هي حاجه تانيه خالص صحيح 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 هي موسيقى الراي انا بشوفها دائما ان هي اسمها موسيقى الراي هي قائمه على الموسيقى اكتر من الغناء واكتر من كل حاجه فكلها متجانسه كده الموسيقى بتجوف الغناء بتجمل الغناء صح فموسيقى الراي هي ليها تاريخ
للتاريخ الاندلسي فهي ليها تاريخ، فلازم الانسان يكون متعمق قوي في التاريخ ده وفي الثقافه دي جواها قوي قوي، وعاشق لكل ما هو في شمال افريقيا، كل دول بلاد المغرب عاشق ليها او روحه بتنتمي كده تلقائيا لهناك، لان احنا بنغني الثقافه بكل ما تحتويه من الثقافه، لبس، اكل، شرب، حياه، طبيعه البلاد دول المغرب الصحراويه. فلازم انا كفوكال ابقى فاهم الغنى بتاع الشمال افريقيا عامل ازاي، هو ليه علاقه بالجبال والصحراء، مظبوط، فازاي بيكون الصوت الاجش وبيطلع منه الغنى الجميل. فلذلك غنى الراي هو ما هو سهل وفي نفس الوقت ما هو صعب، بس لازم تكون عاشق ومحب للموسيقى دي عشان تقدر تقولها ازاي، منغمس جوه، غرقان جوه ثقافه الراي. دي حقيقه، دي حقيقه. انتوا بقالكم قد ايه؟ احنا بقالنا ما يقارب 6 سنين. حلو. احنا طبعا انا بلعب بغني من زمان خالص جدا، وكان اول باند عملته 2003 اسمه الكيتكات. اوكي. بلعب راي، انا نوبي اصلا من اسوان، بلعب الله يبارك عليك، بلعب سوداني وراي. حلو. وكان طبعا الباند الجميل ده كله كانوا اسمهم ترانزستور، بيلعبوا الموسيقى الخاصه بتاعتهم هم. عارف ترانزستور وعارف كيتكات. ايوه مظبوط كده. فهم طبعا من زمان، فاحنا توقفنا، انا توقفت، لعبت مع باند تاني اسمه صحراء، وهم لعبوا كتير، لعبت معاهم فتره كويسه، وبعد كده هم لعبوا توقفوا، ففكروا كده ايه اللي ممكن نلعبه، طب احنا بنحب الراي، يلا نعمل راي، مين اللي يغنيه؟ هو هاتوا محمد بيوم. قعدوا يدوروا عليا كتير كده، كنت غطسان كده، جابوني الحمد لله، وابتدينا البيزنس المشروع بتاعنا الحمد لله بمنتهى الحب لموسيقى الراي. والحمد لله يعني اجمل حاجه بشوفها الجمهور بيصدقنا، يعني الجمهور الجزائري والجمهور المغربي بيبقى سعيد وفرحان، وده مهم جدا، وده الامتحان بتاعنا، اللي بيسمعك بيصدقك اللي انت بتقدر تقول ده كويس جدا. يعني انا من الناس اللي ما بتعرفش تكتم افكارها، يعني انا لما اقعد افكر انا فعلا مش هزار، انا عارف ترانزستور كويس وعارف صحرا كويس وكتكات. طيب سؤال بقى، انا ايه اللي خليني اغامر بعد ما عملت ترانزستور؟ خلينا ان احنا كنا المرحله بتاعت من 2003 او من 2000 لحد 2011. صحيح. مساله الالترناتيف ميوزك او الاندر جراوند كانت لسه اسمها اندر جراوند. مظبوط. حقيقي. بس مع بعد 2011 2012 خلاص ما بقتش اندر جراوند، بل بالعكس. صحيح. انتشار شديد جدا ورائع وحلو ومفيد. مظبوط. طب ايه اللي يخليني اتنازل عن البراند ايكويتي دي؟ صحيح. يعني بعد ما عملت ترانزستور، طب ما انا اكمل ترانزستور، بعد ما اشتغلت انا عملت كيت كات وعملت واشتغلت مع صحراء، ما انا اكمل كده، ايه اللي يخليني ابدا فروم سكراتش من البدايه؟ صحيح. بان انا اشتغل على باند جديد ونعمل مزيكا راي. صحيح، ده سؤال جميل جدا وسهل جدا وصعب في نفس الوقت. هو احنا عملنا ده، او القدر هو اللي جمعنا في ده، رقم واحد. لكن ليه توقفت ترانزستور عن موسيقاها وليه توقفت كيت كات عن موسيقاها؟ هي حصل اختلافات في الفترة دي من 2003. حصل اختلافات كتير والامور بقت تجري بسرعة رهيبة جدا جدا، فحصل حتى اختلاف في السمع بتاع الموسيقى، اختلاف في الكلمة، اختلاف في اللحن، الريتم بدأ يبقى سريع جدا جدا. حصل لخبطة كمان في فترة ما بتاعت الثورة، توقفت. صحيح. الحياة، ومن هنا اتغير لون كل حاجة ما قبل وما بعد. فكنت انت لازم الانسان يتطور، ازاي نقدر نتطور بالشكل اللي يخلينا نواكب ده؟ طيب احنا هنطلع شو لون الموسيقى عامل ازاي؟ طب خلونا الاول، احنا بنعشق موسيقى الراي جدا جدا. موسيقى صعبه، ولو عملناها كويس ما حدش هيعملها غيرنا في مصر، فالقدر جمعنا اللي احنا نعمل ده كويس جدا، تبقى نافذه بالنسبه لينا في مصر، اللي احنا نتشاف زي ما احنا جينا عند حاجه كده، والناس كلها شفنا فوق راس طبعا، والناس تشوفنا، ومن هنا نبتدي تقدم الموسيقى بتاعتك زي ما قلنا، اللي هو الموسيقى الراي بتاعتك تبقى نافذه، الراي هو نافذه لينا ومشرفه طبعا لينا، بنعملها بكل حب، ونبتدي نفرد او نحط الاغاني بتاعتنا الجديده اللي احنا كاتبينها بالحاننا، وده اللي احنا عملناه يعني. طب وبرضه لما في سؤال لازم يجي على ذلك، ايه اللي يخليك تسيب الاغاني النوبي وهي لون ومتفرد ومطلوب وبيكبر؟ صحيح صحيح. انا كنت طبعا انا مبتدي غنى من سن صغير جدا، من 17 18 سنه. انت عندك كم سنه؟ انا عندي 42 سنه. عمال يقول لي 42. ايوه كلك شباب لسه بدري. لما تبقى قدي هتعمل ايه؟ ربنا يبارك. عايزين واحد يستخبى من هنا ولا يعمل اي حاجه. فابتديت غنى احتراف في المناسبات بتاعتنا والافراح من سن 18 سنه. وتوقفت سنه حوالي يعني 2008، كنت توقفت غناء السوداني عشان كنت بغني ده مع ده عندي. أوه. الباند بتاعي وعندي ده، فكان مرهق بالنسبه لي، توقفت على الغناء في الافراح والحفلات بتاعتنا. انا بشوف ان ما في كتير قوي شباب مجتهد كتير نوبي بدا بلاك تيم وغيرهم، بداوا يعملوا حاجات كتيره ناجحه جدا. صح. فليه انافس انا في شيء اوريدي هم بيعملوه بشكل حلو؟ ايه اللي انا كراجل نوبي اقدر اعمل شيء مميز تاني ومختلف عن الموجود؟
وانا قادر ان انا انفذ ده بكل سهوله. اغني الغنى السوداني والنوبي بتاعنا. وطبعا احنا معانا معاذ عسكر والده الفنان صبر عسكر، فنان عظيم طبعا، صاحب اغنيه الكون كله بيدور. فعندنا طبعا يعني عندنا خزين كبير اقدر اطلع بيه. لكن انا دائما قلنا إيه؟ انا بحب الصعب، انا بحب الصعب. ليه ليه ما اعملش الصعب قوي اللي يقدر يخليني متميز او منفرد عن غيري؟ هو عشان كده انا خدت ده. يعني عارف الحكايه فعلا تخلي الواحد يقعد يفكر بمنتهى العمق. اصل انت داخل في ملعب في لا دول مش عمالقه، عارف انت الالهه الاغريقيه، في الهه اغريقيه كده بتاعه الراي. طبعا في الناس اللي هي واصله جدا زي مامي وخالد ورشيد وفضال ومش عارف ايه، وفي الناس اللي هم معروفين قوي جوه الموسيقى دي تاريخيا زي ما كنا بنقول بقى زهوانيه ورزقي وحسني وهكذا. فانت داخل بقول لك ايه، انت سمعني حاجه على ما اقعد افكر انت عملت كده ليه؟ ده تحدي مذهل. هنسمع ايه طيب؟ زي ما حضرتك تحب، في عبد القادر، في عائشه، في ديدي، في رايح ونمسافر، يا وهران روح يا وهران، كل اللي وهران رحت خساره. واحنا في مصر عرفنا الراي من الشاب خالد كانت سنه 92 دي. مظبوط انا فاكر مظبوط سنه 48 سنه. فهو عجوز والله. طب بصوا احنا ممكن احنا دخلنا بحاجه ابيض جدا، فاحنا ممكن نخش بوهره النهدى اوكي، وبعدين عشان حتى ما نرهقكش انا هتعبك معايا. لا لا انا معاك وانا سعيد. دوسوا دوسوا انطلقوا فرحوني. اوكي
شخصيتك على الناس تركوا دينهم تبعوا الكاس الزلام الناس والبيضة راها نعيش بلا فايدة الزلام الكاس والبيضة راها نعيش بلا فايدة فايدة ده. ايه ده؟ انت متخيل اني بسمع راي من سنه 92؟ فانت حدفتني لورا كام سنه؟ الحمد لله. يا نهار ابيض، اقعد 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 يا راجل اقعد. مش ممكن، ده انا حاسس ان انا بنهج، ده انا تعبت لك. اغنيه صعبه اصلا يا تلزينه برضه. صعبه بس جميله صراحه الاغاني الجميله. انت عارف انا بحس انها الاغنيه اللي تخليك تقعد تنتع. لازم تطلع من جوه، هي لازم تطلع من جوه حقيقي. مره زمان كنت في استوديو الرائع احمد الجبالي طبعا، فاحمد ده بقى ايه، كينج اوف راي طبعا. مش متخيل طبعا، طبعا. مش متخيل. يعني هو ممكن يكون بيقعد يسمع راي مثلا 48 ساعه في ال 24 ساعه، ده بجد مش هزار. فقال لي انت بتسمع راي ليه؟ قلت له بحبه. قال لي انت فاهم حاجه؟ قلت له ولا كلمه، بس هو في حاجة في المزيكا فعلا دي فعلا سحر. فعلا فعلا تلاقيها تحس انت اتلبست فعلا فعلا، وتقعد بقى تتفاعل ومش عارف فعلا حاجة فعلا صعب. فعلا هي الموسيقى الراي فيها كده، فيها هارموني كده ما بين الموسيقى الأندلسية القديمة وكانت باينة خالص فيها. والشرقي والموسيقى الشرقية والتداخل الغربي اللي دخل فيها، يعني حاجة كده فيها 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 كده اختلاط جميل جميل. حتى اسمها موسيقى الراي، يعني حتى انت بتسمع الراي ليه، هي اسمها موسيقى الراي، موسيقى بتخش جوه قوي كده. لذلك الاغنيه اكتر من هي صعبه في الغنى، هي محتاجه احساس، يتغنى باحساس قوي جدا عشان من جوه، يعني بحس لانه ده التعبير. يعني هي موسيقى اصلا للتعبير. طبعا فهي بتعبر عن فرحه وعن حزن وعن غضب وعن مظبوط طبعا 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 طبعا. فمذهله وبتتكلم على تاريخ طبعا، يعني يعني بيتكلم ازاي احنا واصحابنا كنا بنقعد مع الفن ونسمع الموسيقى بالنايه والجلال الطبلة، يعني فبيشرح زمن الصداقة يعني في الوقت ده. زمن الصداقة، زمن الصداقة ده برضه زمن عزيز. بس انتوا أعمار متفاوتة. مظبوط مظبوط. أكبر حد مين؟ القائد. أهو القائد شريف سالم. شريف هتلاقيه قدي بس. أنت كام سنة برضو؟ ده احنا جيل محظوظ وتعيس في نفس الوقت. والله العظيم يعني على ايامنا لو كان حد فينا قال يا هلعب راي الناس تقعد تبص له بتاع، انت فاكر نفسك الشاب خالد؟ وبعدين كانوا يقولوا خالد الدبيه. ايوه يعني حاجه مؤلمه يعني، شيء صعب جدا. وان كان خالد راجل جميل ويحب يسمع الحاجات دي ويقعد يضحك ويقول لك وماله. لكن هسال بقى، وانتوا لقيتوا بعض ازاي؟ ما هي هو جم حضروا لي سنة 2003،
كان في مهرجان كده اسمه سمعوس، فهم جم شافوني في المهرجان ده كنت بلعب مع بالبند بتاعي اسمه الكيتكات، وفضل الحمد لله يعني حافظين بقى خلاص هو ده. فلما جم يعني كلنا كنا خلاص ما نلعبش حاجه في فتره، طب نعمل ايه؟ الكلام ده من حوالي 6 سنين، نعمل ايه؟ ايه رايك نلعب موسيقى الراي؟ احنا بنلعب موسيقى الراي، طب مين يغني راي؟ هو بيوم. دور عليه هاته، قعدوا يدوروا كتير لغايه ما الحمد لله بيومي هو اللي ايوه هي. مظبوط يا اما شرخنا يا اما بس شرخنا يعني الحقيقه انا بدون ذكر يعني اسماء انا شفت لكم كمان فيديوهات قنوات دوليه عظيمه الحمد لله حاجات كده فعبت فراز قلت ايه الله ايه ده طب بعدين لما انت بتقول لي احنا كمان هنعمل الراي بتاعنا احنا اللي هنعمل له مزيكا وهن طب دي حاجه تقلق انك هتعمل راي بيكتبوا مصريين وهيألف الموسيقى بتاعته مصريين ده شيء مقلق مش لانه حد هيزعل لكن مزبوط. المنافسه هنا في منتهى الشراسه انت بتلعب في ملعب مش بتاعنا مظبوط هي دي بقى يعني هي ده اللي هو ده التحدي الحقيقي ان احنا يعني ازاي يعني مش ينفع ما نلعبش موسيقى راي في موسيقانا ما ينفعش نقدم موسيقى بشراي ما ينفعش نقدم كلمه ما هيش قريبه من شمال افريقيا فازاي نقدر نعمل ده فعلا هو فيها تحدي وفيها خوف لكن انا دايما بغلب روح التحدي اكتر من الخوف عندي وليه اصدقاء كتير في شمال افريقيا ومنهم فنانين كتير جدا في المغرب وفي الجزائر كتير فنانين كتير جدا وببتدي اخد رايهم في الموسيقى فبينبهروا اللي ممكن يكون يعني ده اللحن بتاعك انت اللي عامله انت مصري يعني انت سمعتهم الحاجه بعمل لحن طبعا ناس بثق فيها جدا جدا اصدقائي فنانين وبيسمعوا فبيستغربوا ان ده ممكن يكون لحني من كلام برضو يعني الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله رب العالمين ده جزء كامل لا خلاص يلا فالحمد لله رب العالمين يعني بلاقي وطبعا انا بستشير دايما البند لان هم موسيقيين من الدرجه الاولى وبالذات طارق شريف سالم لما بقى سمعوا حاجه وبينبهر بيها لانه هو سميع تقيل كمان يعني لا خلي بالك مواليد 75 دول مش سهلين 75 تحديد لا تقول لي 74 ولا 76 75 ده حقيقي 75 يا شريف انت اخر 74 ولا ايه انت شهر كام يا عم انت 49 يا عم يا عم انت 49 يا عم يا عم انت فاضل لك زلطه وتبقى 50 يا عم انا لسه قدامي شويه طب بصوا احنا هنكمل الكلام ونكمل غنى بس هنروح فاصل ونرجع نكمل الكلام 49 يا شباب 49 خليكم معانا
نشف عرقك يا رجل، نشف عرقك يا محمد. فقلت لي بقى انك انت قابلت اصحابك فنانين من شمال افريقيا وسمعتهم المزيكا، قال لك بس دي حلوه. الحمد لله رب العالمين. انت كده خدت ختم الجوده. الحمد لله رب العالمين. فاضل بقى المواجهه الجماهيريه. دي ناوي ولا ايه؟ والله بتمنى طبعا، بتمنى يعني كل الامتنان من الله سبحانه وتعالى. انا فعليا اغني في شمال افريقيا بحيث ان احنا يعني هو كل اللي بيخش عندنا حتى بيشوف مصريين بيقدر، ان هي بيسمونا احنا المشارق، فصعب علينا احنا كدول المشارق اللي احنا بنغني الغنى بتاعهم، لانهم لكنه صعبه جدا بل ليهم وليهم كمان الامازيغيه، في هنا في امازيغي وفي لكنات، في كلمات مش لكنات، كلمات متغيره تماما. فانت دي صعب على المشارق، فاللي انت بتجيد تغني وتجيد تغني بالكلمات وباللكنه وبالتكنيك وبالكميوزك طبعا وكمغني، فانتوا لا انتوا بتعملوا حاجه يعني الحمد لله رب العالمين ما حدش بيصدق. حتى الجماهير هنا بيقول لنا جزائريين ما بيصدقوش كتير، يعني والله قلت منين المصري؟ لا منين؟ طب مش مغربي؟ لا والله. طب ولا تونسي؟ لا والله. ولا حاجه، لا. فبيبقوا في حاله انبهار الحمد لله رب العالمين، وانا فخور بده ان انا مصري بستطيع ان انا يعني بخش داخل هذا العالم. صح. الحمد لله. انت عارف الحلو فين؟ اولا اي شعب في الدنيا لما بيبقى عنده موسيقى مرتبطه بيه هو وبتكوينه، يعني بيبقى عنده حاله غيره عليها. يعني انت مثلا تخيل انه حد من اخواتنا في تونس هيغني نوبي، فاحنا هنساله بيغني نوبي ليه؟ حقيقي ده بتاعنا. حقيقي. يعني ما حقيقي. فلما تغني بقى انت راي، فهنا بقى هتلاقي اخواننا في الجزائر وفي المغرب مصري وبيغني راي. لا تعالى نسمع ونقيس، ولا يا عم معاذ نقيس اوزنوه. بيحصل 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 طبعا، وبيبقى الحكم شديد ساعتها لان كله بيبقى قاعد يعني عارف بالتعبير الدقيق، كله بيبقى قاعد جازز. صحيح. عايزين صحيح. نسمع اما نشوف. صحيح. لذلك انا والله يعني طبعا الفرقه دي هم يعني اخواتي، احنا اخوات طبعا. صحيح. هم شطار جدا وبيذاكروا تفاصيل تفاصيل تفاصيل، يعني مش حاجه، بيذاكروا تفاصيل التفاصيل وبيطلعوها بشكل منتهى الحب. وانا بقعد اذاكر الغنى، لو اغنيه جديده عليا بقعد اذاكرها بشكل يعني لا حد يتخيله، وبسمعها كذا مره وبطلع الكلمات ذات نفسها، وابتدي اسال اصدقائي لو في كلمه انا مش يعني صعب عليا، بس الحمد لله نادرا لما بيحصل كده يعني. والحمد لله بنطلع تفاصيل جدا جدا حتى في النطق بتاع الكلام، علشان اللي قاعد يستمع بيبقى مصدق ده جدا الحمد لله، لدرجه ان احنا الحمد لله من ضمن ما احنا الحمد لله بنلعب الموسيقى بشكل رائع. حد جزائريه هي راياويه يعني من عشاق الراي لحسني، قالت والله انتوا لو غنيتوا اغنيه اسمها انت سبابي واغنيه كذا تبقى انتوا يعني. فانا طبعا كده. فهي كان الحمد لله ان حد يقول لك تغني الاغاني دي تبقى انت وصلت لحته كويسه. عملنا لها في الاسبوع، احنا عملنا اغنيه انت سبابي ونزلناها لها،
والحمد لله رب العالمين يعني. وعجبتها؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طب بصوا انا هسال كل واحد اول اغنيه زي يفتكر اول اغنيه راي سمعها وما حدش يقول لي دي عشان احنا كلنا في مصر اول حاجه سمعناها دي شاب خالد كلنا. فانت تفتكر اول اغنيه غير دي؟ والله العظيم من كل صدق كل كان في هي دي لان سبب واحد كلنا بس. انا يعني انا والدي كان صارم جدا وشديد جدا نام الساعه 7 وبتاع وكلام من ده عشان المدرسه. فكان في قناه بتيجي على منطقة تي في سانك بتجيب كده حاجات كده بالليل. فانا نزلت والله كنت نايم انا نزلت على صوت الايقاع بتاع اغنيه دي ونزلت بقى وتخطيت كل الحدود وكل البروتوكولات بتاعت والدي وهو كان بيقعد يسمع. فلما شافني كده بص لي كده فاللي هو ما قدرش يتكلم يعني في الحاله سمعت بقيت في حاله غير طبيعيه. قال لي خلاص قلت له قال لي اطلع نام. انا اكاد اكون ما نمتش والله العظيم اكاد اكون ما نمتش لغايه ما رحت المدرسه لقيت كله بيتكلم على الاغنيه وبدات يعني من هنا بقى الراي بقى بالنسبه لي. بس دي لما طلعت انت كنت صغير كان عندك 10 11 في الحدود دي مظبوط فهي بدايتها كان اغنيه دي وبعد كده الالبوم بقى كله هو يعني كان بالنسبه لي عشق بقى خلاص. وبالمناسبه برضو هل من الاغاني اللي انتوا عملتوها مخصوص بقى اللي هي بتاعه راينا باند ينفع نسمع منها حاجه ولا لازلنا؟ والله احنا عملناها وسجلناها بس لسه ما نزلناهاش. ماشي مش هينفع اوكي عشان نحافظ على الحقوق برضو وبعدين ده شغل ومتعيش برضو فيهاش هزار. طب انا ينفع اطلب؟ طبعا اتفضل. وانا ينفع مثلا نسمع ايه؟ نسمع عبد القادر؟ طبعا عبد القادر طبعا يا طبعا انا هقوم معاكم عشان دي بالذات دي عايزه تنطيط اوكي وانا هتخلى عن رصانه مشارف الخمسين اوكي لا ممكن تحط غنيه كمان معانا يا نهار لا وغنيتها بوظ الاغنيه مفيش داعي ادمر الفرقه والفرقه بتكبر ما شاء الله. فانا هقف وراكم كده في الهداوه علشان ايه افعل ما يحلو لي في هدوء. Yeah.
مش ممكن، مش عارف اقول لكم ايه، انتوا فرحتوني جدا، انا كنت بغني ورا مش فاهم اي حاجه بس كنت فرحان. يا نهار ابيض انا حريق. ده مهم جدا، حلوه بشكل غير طبيعي. الحمد لله مش الحمد ممكن لله يا جماعه، الحمد لله بسطتك عن حاجه. أوي أوي الحمد لله خرجت كم طاقه. الحمد لله هو إيه كل امالي في ان انا ابقى بيرفورمر عامل صوره وقصد ان ابقى وراك عشان محدش يشوفني وبتاع. نقعد هناك والله القعده هنا حلوه اكيد. كده قعدتكم احلى. القعده مع حضرتك هي اللي جميله. تعالوا اوكي نروح بقى نقعد هناك ولا نقف هنا ولا نعمل ايه؟ انتوا رايكم ايه؟ تعالى نقعد. ماشي اوكي. يعني الحاكم بامر الله نديم قرر ان احنا هنقعد فهنقعد. مش عارف اشكركم ازاي يا جماعه والله العظيم. ياه ده ايه العظمه دي؟ الله يبارك فيك. ايه العظمه دي؟ بعد التجربه اللي انا خضتها في الكواليس ورا كده يعني في الظل. هو الراي مرهق كده ليه؟ الراي فيه تفاصيل كتير جدا جدا. يعني الموسيقى دايما بتكون فانك. في يعني اختلاط بقى الموسيقى الفانك مع الدرابوكا الراي الجزائري. في كده بيحصل مزيج ما بينهم بيخلي الانسان غصب عنه يتفاعل. صح. غصب عنه، فما ينفعش راي يتغنى وحد قاعد كده، ما ينفعش، مش هينفع. حتى لو لاحظت حضرتك في الاغاني حتى الدراما شويه هتلاقيه نزاغته هراء، هتلاقي نفسك لازم تتراقص. طبعا لازم تتراقص. فهي بس تتراقص بحزن شويه، فهي التفعيله بتاعت الموسيقى الفانك مع الدربوكا الجزائري بتخليك دايما تبقى تتراقص. يعني انا بخلاف انه مش كل الناس هينفع تلعب وتغني راي او تخش جوه النوع ده او اللون ده من الموسيقى. مزبوط. انا اعتقد برضه هو مش اي صوت هينفع يغني راي. دي مهمه جدا بقى. يعني ممكن يبقى في صوت قوي جدا بس ما ينفعش راي. صحيح صحيح. انا يعني دي مهمه جدا في عشان الناس تبقى فاهمه ايه هو موضوع الراي. هو موضوع الراي اللي بيسمع الراي يبقى فاهم حاجه. طبعا سميع كبير لموسيقى الراي زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه، هي لازم يكون فاهم الثقافه بتاعت البلاد، دول البلاد المغرب. هي ثقافه صحراويه. يعني احنا عندنا مثلا النوبه هي بتعتبر ثقافتنا على النيل والطمي والنهر. طبعا. فهي هتلاقي الصوت العذب، حتى النوبي لما يغنوا عادي لو هتلاقي الصوت في عذب. صح. او السودان برضو بيبقى فيه كده الصوت عذب. لكن لما نروح بقى ناحيه الصحراء بيبقى الصوت لازم يكون فيه اجش شويه. فهتلاقي دايما اصوات حتى النسائيه هي بتبقى اصوات اجش، صوت قوي. يعني الراي لازم يتغنى بصوت قوي. اما الصوت الثاني الصوت اللي هو السوبرانو الامامي بيبقى صوت رفيع اللي هو الصوت النسائي، طبقه مامي، او الاجش رشيد او شاب خالد او شاب حسني، ازاي فيها القوه، فيها الطبع الصحراوي اكتر. فلذلك لازم الانسان اللي بيغني راي يكون اكتر ما صوته يكون حلو، لازم يكون فاهم الثقافه اللي الصوت ده بيخرج منها عامل ازاي. 100% عندك حق. ايه سر انه الراي هو اكتر موسيقى من الموسيقات اللي ظهرت في شمال افريقيا والشرق الاوسط انتشارا في العالم؟ لانها مش بس في اوروبا. الراي معروف كمان في امريكا الشماليه. انا فاكر كان في فيلم اسمه ذا فيفث اليمنت بتاع بروس ويلس. وكان التراك بتاع الفيلم كان الشاب خالد. مظبوط. ده حقيقه، ده حقيقه. لان هي زي ما يعني زي ما قلت لحضرتك، هي السر في التفعيله.
التفعيله. حضرتك لما تيجي تبص الموسيقى الراي اللي طلعوا موسيقى الراي الشيوخ الشيخ هرمتي والشيخه زهوانيه طبعا حضرتك عارفهم طبعا. دول طبعا لما تيجي الاغنيه اتاخدت زي اغنيه مثلا انا وغزالي انا وغزالي هي لله انا وغزالي في جبن لقط النوار. الاغنيه هي اوريدي من غير حاجه على القديم بتاعها فيها تفعيله انا وغزالي هي لله انا وغزالي في جبن لقط النوار. طبعا لما الشمال الدول بلاد المغرب عامه قربهم من السواحل الاوروبيه كتير والهجره بتاعتهم كتير خلتهم يطوروا الموسيقى دي فاتطورت بشكل كبير جدا لانه في مزيج ثقافه فرانكوفون من ناحيه ده حقيقة وفي ده حقيقة. وفي كمان مزيج بتاع اسبانيا والاندلس من ناحيه المغرب مظبوط وشمال افريقيا بقى يعني فهم مزبوط. عملوا خلطه مذهله تفعيله بقت مذهله جدا خلتها بقت فريده راحت عليها الزمن جه عليها الزمن هي فريده كل اللي بيسمعها حتى حاليا حتى كل اللي بيعملوا موسيقى مختلفه يعني فعليا بيبقوا من شمال افريقيا تلات ارباعهم بيعملوا موسيقى مختلفه جدا على الودن وعلى بتاع هو شمال افريقيا لان التفعيله ذات نفسها تفعيله استخدموها صح وعملوها بشكل حلو قوي وبصوت وطعم حلو قوي قوي كمان وبقوا محترفين فيها سنين بيعملوها قوي 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 يعني انا كنت اشوف طبعا ما حضرتهاش انا بنفسي بس كنت اشوف الحفلات يمكن تحديدا كانت بتاعه خالد وفضال ورشيد وهكذا الحفلات بتاعتهم اللي كانوا بيعملوها في فرنسا دي طبعا شيء مخيف طبعا يعني حضور غير طبيعي وهم كمان عندهم شخصيه على المسرح ايوه مظبوط ايه الجبروت ده ده حقيقه وده بظنه برضو هو جزء من العوامل بتاعه نجاح فرق ومغنيين الراي ان انت يبقى في عندك قدره للسيطره على الجماهير انت تقيمهم وتقعدهم تشقلبهم زي ما انا اتشقلبت ورا كده او تهديهم او تدمعهم الى اخره دي حقيقه يعني حضرتك بتتكلم والله كلام فعلا بيمس قلبي يعني دي حقيقه ليك فاهم الحدوته قوي ودي حقيقه ان الفنان بتاع شمال افريقيا او اللي بيلعب الراي بشكل كده وفي منهم كمان مش مشاهير كتير بيعملوا هو اسمه ملك المسرح لازم عنده عقيده اسمها يقول لك ملك المسارح ملك المسرح ان الطاقه بتاعته اللي بيعملها هي الطاقه بتاعه الجمهور هي الفكره كلها ان ازاي يعني دي انا استشفتها منهم وتعلمتها منهم انك انت ما ينفعش موسيقى الراي وانت بتغنيها تبقى قاعد كده مش مد الطاقه بتاعه الاغنيه لا ادي طاقه الاغنيه في كل رياكشن في الاغنيه في كل اس بيحصل في كل تفصيله ما بتحصل انت بتحصل بتترجم مع الجمهور تحت فلازم تبقى ملم بالفعل بالجمهور وطاقتك بتبقى متبادله من والى الجمهور ودي حقيقه لذلك هم عندهم عقيده اسمها عقيده ملك المسرح صح يعني حتى لما يجي يقول لك يجي يشوفوني يقول لك بسم الله ما شاء الله انت والله ملك المسرح ملك المسرح اه والله فالحمد لله رب العالمين هي دي الحته اللي الواحد خدها لذلك اللي بيجي يشوفني هنا في مصر بيقول لي بسم الله ما شاء الله انت شكلك حلو على المسرح انت كاريزمتك جميله انت عالمي انا دي يعني اقتبستها بالفطره كنت ببقى حابس نفسي زمان حاسس ان انا في حاجه لازم اطلع اللي جوايا ما ينفعش اغني وانا واقف بس كده فلقيت نفسي في موسيقى الراي بص انا لما شفت الفيديوهات بتاعتكم على اليوتيوب في الاول انا بقيت قاعد عمال بقاوم فكره ان انت مصري انا مصر وانا عمال حتى اقول لكل الناس كل رومي ده مغربي اخره جزائري من الجنوب اخره يعني يقولي والله العظيم مصري قلت له بقول ما استحاله يا جماعه يقول لي ايه يا عم اسم محمد عمرك سمعت عن جزائري اسم محمد بيوم قلت له ايه المانع يعني عادي ما قال لا هم اليوم تسميات زي ما احنا تبقى اسماءنا واضحه كده محمد حسين صحيح. وبتاع هم اليوم اسماء ايوه يا جماعه قولي طب حتى بص على راي حد من زمان بس مش هقول اسمه قال لي دايما تلاقيه مثلا ايه رشيد ايوه فضيل ايوه محمد بيومي لا قلت له من المصحى لا يمكن قلت بس لما يجي يساله قلت له كنت انت منين قلت له من النوبه يا سبحان الله طب بصوا يعني انا خلصت الكلام وللاسف هو الفقره خلصت بس انا بجد 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 والله العظيم انا فرحان بوجودكم معانا النهارده فرحه لا توصف وفخور بيكم وفخر غير طبيعي وعايز اشكركم بشكل شخصي انكم اديتولي فرصه اقف وسطكم كده واطلع الطاقه المكبوته اللي جوايا من وانا عندي 17 سنه تقريبا ف شريف انت اكبر مني بسنه ولازم تبقى فاهم ده كويس فانا عايز اشكركم جدا انا شخصيا هاكف عن الكلام المباح وعاوز اسيب المشاهدين معاكم اختاروا اغنيه انتوا تكونوا كلكم فعلا بتحبوها بقى من قلبكم جدا قوي خالص اختموا بيها الفقره والحلقه
وفرحوني اكتر واكتر. طب احنا طبعا سعداء اللي احنا كنا معاك كتير والله العظيم من قلبنا والله العظيم السعاده لمستنا فعلا قلت لنا من جوانا الله يخليك فسعداء وعشان كده ممكن احنا قلنا دي فالناس كلها برضو لمست اغنيه عايشه فلسه عايشه طبعا. يلا بينا بقى يلا بينا خلونا نكوتيه على قد ما نقدر. لا 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 لا
La 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 la.